احنا بصوا هنبدل انا وامير واشرف وايمن كل واحد يقعد 3 دقايق العيانين المرة دي تعبانين جدا في الاسم، فانا حاولت ان احنا نصور كده على امل بس نسمع كلمتين. عايز اقفل الدماغ ونشوف القصة، قصص التو بيشنتس عندنا في الاسم. دي
ده صوت ده انا جايبه عشان الهيستوري فلازم اتش لازم هاي ديفينيشن يعني مش هينفع بالبروجيكتور مش هيطلع صوت يعني دي مش صور ده انا بس انت بص هنعرضه والصوت بس انا عايز الصوت مش مهم الصوره مش هتشوف حاجه في الصوره انا عامله عشان الصوت بتاع العين طيب في الاول بس انا بس بنعتذر الفتره دي بتاعت شهر 11 12 بيبقى يعني مليانه حاجات اكتيفيتيز جامده جدا فانا اعتذرت لحد الاربع اللي فات وغالبا الاربع الجاي برده مش هكون موجود فكره ان اتمنى يكون بس التدريس ماشي منتظم لو في حد عنده اي كومنت على موضوع التيتشنج راوند يعني لو سمحت بس كلمه صغيره وهات لي الورق او ادي للدكتور محمد مصلح ولو خايف عشان ما يحصل لكش حاجة ما تكتبش اسمك ولو خايف اكتر عشان خط ايدك اكتبها بالكمبيوتر انما يعني عايزين فيدباك لو ممكن لو انت شايف في حاجة ده مضايقاك في التدريس يعني افكركم تاني ان احنا الجزء الصباحي ده بيبقى كلينيكال تيتشينج يعني ما مش المفروض ان انا اجي اسمع لك موضوع وامشي انا بعرض عليك الحالات بالصدفة المرة دي لما رحنا الاسم لقيناهم كلهم مش قادرين فعلا يجوا العيادة يعني حالتهم صعبه جدا فهنشوفهم هنحاول كده نشوفهم ايه قصتهم من الفيديو حاول كده نشوف صوت هيطلع شفت بقى انا قلت لك لازم دي عشان الصوت حاضر فين الصوت شكلي احكي لكم الهيستوري اقول لك HDMI عشان الصوت طب فين الصوت ها حد يعرف يعني لو احنا عاملين كده لو عاملين على الاخر في التلفزيون يكون انت قصدك الصوت واطي هنا ما خلاص قلت له قدامي توجعني وسطين توجعني انا ما دخلتش اما اداني مضمضه واداني قرصين يسكن القلب بتاعنا وجينا من العمر خلاص اول ما جيت من العمر بعد عنك بقى نار ايضا نار ايضا الجبهه النص اللي الجبهه دي هنا خلاص ما فيش حاجه خالص نار ما بصيرش حد كده. انت عندك مشاكل صحية؟ عندي القلب. عندي حساسية في الصدر. عندي غدتين في القلب وعندي دي. هنحاول تاني بس كده الأول. انا حطيته طيب احاول نحطه من الفيديو على طول لو اتحط اوكي حلو اوكي طب قول لي يا محمد ايه نسمع بس شويه بقى وهنعيده تاني بقى خلعت الجرسي ده في عمرك نال ايوه الدكتور اللي خلعه لي خلع جنب منه بدرين قبل منها كانت ودان تكون اكلام
بس مش راجع ولا حاجه. بقيت همسح في وداني وخلاني يعني قلت له وداني توجعني واسناني توجعني، قال لي ما تخافش. اما اداني مضمضه واداني قرصين تسكن القلب بتاع وجينا من العمر خلاص. اول ما جيت من العمر بعد عنك بقى نار ايضا نار ايضا الجبهه النص اللي الجبهه دي هنا خلاص ما فيش حاجه خالص، النص الجبهه دي كده نار ما بصيرش حد بس يلبس لي ودني كده. انت عندك مشاكل صحيه؟ عندي القلب، عندي حساسيه في الصدر، عندي جلطتين في القلب، وعندي دي في شريان التاجي، وعندي حساسيه في الصدر، عندي سكر وضغط. درجه السكر ايه اخبار بتظبط؟ مره كده ومره كده، ساعات يتظبط وساعات يعني امبارح فوت خالص بقى 70. هو دلوقتي احنا بنتكلم على الراجل ده، هو سنه 70 years old وجالنا في الاستقبال in severe pain. يعني هو ده اللي خلاه يجي severe pain. فدخل بس عايزين نعرف هو يعني ايه السبب ان هو يجي لك ببين. الراجل ده جاي صحيح في الاستقبال ولكن ما فيهوش المشاكل بتاعت الاستقبال اللي انت تخاف منها، اللي هي اي بي سي اللي هي الاير واي والبريذنج والسيركيوليشن، بس جاي ان سيفير بين يعني بيخبط دماغه في الحيط. يعني انا احنا كنا مستعجلين كده امبارح، انما لما تقعد معاه تلاقيه بيعيط طول الوقت. هي كانت طبعا ما يقدرش يسيب سريره ويجي هنا in a very bad shape. وانت تحس ان هو عادة العيانين اللي في القصر العيني مهما رغم الهباب اللي عايشين فيه انما تلاقيه دايما كده يعني عادي عايش، ده تحس ان هو قافش ما هواش بيتصرف. يعني فعلا he is in pain، قاعد ما بيتكلمش و almost بيعيط all the time. فبرضه انا عايزك لما تيجي تبص على حاجه لازم تبقى مقدر يعني الاماونت اوف بروبلم اللي عندك. يعني لما حد يقول لك انا مثلا حصل لي بليدنج، البليدنج ده يفرق. هل هو في ناس بتبقى يجي يجيب لك ابنه يقول لك ده بينزف من مناخيره، بينزف ده مغرق الدنيا، وبعدين يجيب لك منديل كبير كده في حته بامبا كده اللي هو يعني ميوكس معرفه ده، شفت النزيف. فده هو هي ثينكس، وممكن يجي لك بينزف بقى مغرق الدنيا وراح المستشفى وخد بلاتن سوجي. الاماونت اوف everything ميكس ا ديفرنس. فهو عنده بين، بس يعني بين هنشوف يعني كميه البين دي ايه اللي تدخله مستشفى. هنسمع برده تاني، نحاول نسمع منه كده تاني علشان نحاول نعرف هو ايه المشكله. نال الدكتور خلعه ودي خلع بجنب منه بدرين، خلي بالك خلع سنانه قبل منها كانت ودان بتاكل عشان كلام بس مش راجع ولا حاجه. كانت بتاكل ودانه كانت بقيت همسح في وداني وخلعني، قال لي قلت له وداني توجعني واسناني توجعني، قال لي ما تخافش. ودان والسنان اما اداني مضمضه وداني قرصين تسكن القلب بتاع وجينا من العمر خلاص. اول ما جيت من العمر بعد عنك بقى نار ايضا نار ايضا نار بجد النص اللي الجبهه دي هنا خلاص ما فيش حاجه خالص، هنا ما فيش حاجه خالص، النص الجبهه دي كده النص ده كله بيت نار ما بصيرش حد بس يلبس لي ودني كده ما يطيقش حد يلبس ودني. عندك مشاكل صحيه؟ عندي القلب، عندي حساسيه في الصدر، عندي جلطتين في القلب، وعندي دي في شلال التاجي، وعندي حساسيه في الصدر، وعندي سكر وضغط. درجه السكر ايه اخبار بتظبط؟ مره كده ومره كده، ساعات يتظبط وساعات يعني انا عايز انتوا خدتوا بالكم من ال الودن؟ قول لي يا عم محمد الودن اليمين اللي بيشتكي منها فيها ايه؟ سمعت نفسي ده مش عمره طيب. هو بس هو يعني مش عارف اتحكم في
ارجو منك يا فلان تاكلنا كلام بس مش هقول لك دي باك يا جماعه، دي باك اللي محطوطه دي باك باك في البيت تمسح فنداني وخلاص خلاص كده. يبقى الراجل ده باختصار شديد احنا بنتكلم على واحد 70 years old جاله رايت فيشيال بين وبالتحديد في الاير. لما تقعد معاه زي ما انت شفته قدامك كده يعني agonizing pain، وعنده الباست ميديكال هيستوري بتاع. على فكره البين ده يعني كان بادئ بقاله مثلا 1 مانث وبروجريسيف، والحاجه اللي عملها ان هو راح يعمل دنتال كونسلتيشن وحصل اللي هو قال لكم عليه، وبعد كده زياده جدا. وبعدين البين ده في حاجه قالها برضو دي المفروض انا اقولها لك في الاكزامينيشن، اللي هو يو كانوت تاتش زير. شوف بقى انت دي في الفيزيكال اكزامينيشن تعني ايه بالنسبه لك، كان يو كانوت تاتش يصرخ. والباست ميديكال هيستوري سيجنيفيكانت فور اسكيميك هارت ديزيز فور دايابيتس ميليتس فور هايبرتنشن. باختصار يعني هيستوري مختصر جدا. بسألكوا بس يعني انا عايز العيان ده موجود في الاسم، اللي عايز يطلع يشوفه دلوقتي بعد ما نخلص هتلاقيه في قاعه الرجال في اسم 36 قاعد في اخر سرير كده، لما تخش القاعه تلاقيه قاعد وقاعد لوحده بيعيط. فده عيان حقيقي ومشكله حقيقيه. انا ليه بقول كده؟ علشان الراجل ده الحالة دي جات السنة اللي فاتت في الامتحان وما عرفش نزل علينا ليه، ما هم معنا ده اللي بنشوفه. فاذا يعني اللي انا عايز اقوله لك الكلينيكال، يعني ايه كلينيكال؟ اصل احنا انا حاسس ان في اندر استيميشن رهيب لكلمة الكلينيكال دي. انت طول عمرك من سنة اولى ابتدائي وانت واخد، خد يا عم الكتاب ده اقفل على نفسك وانا هسمعه لك بعد ما تقفل. مش هينفع والله، ما ينفع هنا لا في رابعة ولا في خمسة ولا في سنة. فاللي قاعد قافل على نفسه بيسمع ده مش هينفع، لازم تشوف، لازم تجت ان تاتش مع البيشنت اللي هو كلينيكال. وده صعب مش سهل، وعايز مجهود وعايز وقت. ان انت the more you see patients the more you talk to patients the better you are. ده better في ايه بقى؟ في الكلام المكتوب عندك في الكتاب. يعني انا مش هزود لك حاجة، الكتاب اللي مكتوب عن الكلام المكتوب عندك فيه فرق كبير قوي من اللي قراه كده وهو في كلية الاداب وما بين اللي قاعد مع العيان وشاف الكلام اللي مكتوب ده ان هو حقيقي موجود يعني في الدنيا. عشان كده what is common is common، وعشان كده بنزعل لما تيجي تقول حاجة رير وانت يعني مش عارف، ما انا حافظها كده، انا موضبها كده فيكترا في فور مش عارف. انا مالي، انا مالي انت موضبها فيكترا ولا هوندا ولا انا مالي؟ انا عايزك لما اجي اقول لك واحد عنده وجع تقول لي بقى الحاجات اللي احنا بنشوفها، ما تقعدش بقى تجيب لي من خيالاتك الواسعه دي عشان انت كنت قافل على نفسك في حمام وعملت ذاكر. انا مالي؟ انا عايزك تبقى exposed للبيشنت، وده زي ما بنقول مش حاجه سهله. طيب الراجل ده 70 years old راح كان في العمره، ابتدى يحس ببين. شوف بقى البين فين بقى؟ البين في الهيمي فيس كله الناحيه اليمين، لدرجه ان هو سنانه بتوجعه. سؤال اناتومي، هل في علاقة ما بين السنان وما بين الاير؟ ماله يعني المجزيلة الساينس؟ ايه علاقة المجزيلة الساينس بالاير؟ نعم؟ طيب خلوا بالكوا يا جماعة ان الاير دي البين اللي انت بتحسه فيها حاجه من اتنين، يا something inside the ear يا اما حاجه referred. يعني الاير دي من الاماكن اللي بيحصل فيها referred pain. لو كان referred pain نسميه ايه؟ اوتالجيا. نسميه اوتالجيا. اوتالجيا يعني معناها ان المشكله اللي عامله البين بره الاير. هقول لكم اكتر اكزامبل بنشوف. ست كده جايبه العيل الصغير بتاعها، بتقول لك الولد هيقطع ودنه بيعيط، تمام؟ تيجي تبص في ودنه مفيش حاجه خالص، زي الفل زي الفل.
طب هو ليه بيعيط؟ عشان دنتيشن، سنانه لسه بتطلع، فوهي بتطلع بتوجع السنة وهي طالعة من الجامز بتوجع جدا، فما يقولش هنا بقى يمسك ودنه، هو طبعا مش عارف يعبر. إذن ففي علاقة ما بين الهيد اند نيك كله كنيرف سبلاي وبين الإير. ممكن واحد يكون عنده ألسر في اللارينكس ويقول لك ودني بتوجعني، ممكن واحد يكون عنده هايبوفارينجيال ماس ويبقى يقول لك إيه أنا ودني بتوجعني. فخلي بالك إن الإير لما when it comes to pain there are two types of pain either the pathology في الإير or outside the ear. هو بقى ابتدى يحس كمان إن سنان من كتر وجع سنانه بتوجعه، راح لدكتور سنان خلع له الناب. الناب كناين ده ما يتعوضش بدوي يعني، فهو زار في العمرة بقى في الأراضي المقدسة بقى كل حاجة مهمة، فقام شايل له الناب. تفتكر هو كان عنده حاجة في الناب؟ أنا عمري ما شفت واحد خلع الناب حقيقة. أنت خلعتي؟ بينا طب نقفله، ممكن حد يقفل لنا رقم 3 اللي هو أولاد كده التكييف ده بس تمام. فراح عمل دنتال اكستراكشن. ايه اللي حصل؟ يعني واحد بيقول لك انا حاسس بوجع هنا، فبص راح للدكتور السنان قال له والله ده انت عندك مشكله في سنه، طق خلعها. طب ايه الاخبار؟ زاد. قال لك رجعت من العمره بقى نار. الله، يبقى اذا ما كانش هو السبب الدنتال خلاص. فاهمين ازاي؟ واحد ابتدى يجي له بين هنا وزاد قوي وفي الاير، يقول لك الاول كنت بهرش فيها كده، يعني اذا كان في ديسكومفورت في الاير الاول خالص، وبعدين ابتدى يزيد الوجع، وبعدين ابتدى يطلع يقول لك الجنب ده كله، وبعدين واضح جدا يقول لك الجنب ده ما فيهوش حاجه، عشان بقى تقعدش تقول لي صداع بقى. واصلا عينين الصداع المقرفين المزعجين، ايه يا عم فين الصداع؟ هو هنا. لا 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 لا، ده هو بيقول لك اهو الناحيه دي، الناحيه دي وجع شديد رهيب، والناحيه دي ما فيهاش حاجه خالص، وكان دخل عمل دنتال اكستراكشن قبل كده. طب هل اشتكى يعني قبل كده من اير ديسشارج؟ لا. كان عنده اير بروبلم من زمان؟ ده عنده 70 سنه؟ لا. طب بتسمع؟ كنت بسمع كويس. اه كله تمام التمام. الباست ميديكال هيستوري طبعا مليان، قال لك عندي وعندي اسكيميك هارت، وعنده كورونري هارت ديزيز، وعنده هايبرتنشن، وعنده دايابيتس. طيب الدايابيتس متظبط شويه كده وشويه كده، يبقى متظبط ولا مش متظبط؟ يبقى مش متظبط خلاص كده. طيب الراجل ده لما نيجي نيجزامن، طبعا انا دلوقتي يعني احب ان انت لما تيجي تكومنت على الجنرال اكزامينيشن تقول لي كلمه قبل ما توصل لللوكال اكزامينيشن. يبقى انا الهيستوري بتاعه فيري سمبل، 70 يير اولد جاي ميل complaining of facial pain on the right side started by discomfort in the ear and sense of itching progressed despite any medications any surgeries dental surgery progressive لحد ما بقى agonizing presenting في emergency room admitted into the hospital. ده اللي حصل. past medical history significant for ischemic heart disease hypertension diabetes that is most probably not controlled. ما فيش ابسط ولا اسهل من الهيستوري ده، المعلومات دي خلاص انا مش عايز حاجه تاني. جنرالي بقى ايه رايكم؟ انتوا شفتوه يعني، انتوا كانكم شايفينه. بالعكس دي فكره حلوه جدا، بدل ما الناس تعبانه صغارين نقدر نجيبهم زي يعني لودفيك، انما الكبار دول بيبقى ده مش قادر يمشي من كتر وجع، ده قاعد كده طول الوقت. How do you comment يعني عليه generally؟ الهيستوري بتاع البطنه لما تطلعوا بقى في سنه 6 هيقول لك يعني ايه general examination، يعني تقول الاورينتيشن والمش كلام كتير قوي هتملاه وتقعد تقول كلام اورينتد تو تايم اند سبيس اند مش عارف ايه، وضغطه كام وسكره كام وتمبرتشر كام وريسبيرتوري. انا مش عايز كده، انا عايزك تقول لي من غير قواعد ايه الامبريشن بتاعك عليه general. impression ما انتوا شفتوه impression
من غير ما يقول هو impression. What's your impression؟ قلت له ودمي توجعني وسنين توجعني، قال لي ما تخافش، اما اداني مضمضه واداني ارسلت يسكن القلب بتاع المدام. وجينا من العمر خلاص. ايه دكتور مصري بقى مش في السعوديه ولا نار ايضا؟ نار ايضا الجبهه المصري للجبهه دي هنا خلاص ما فيش حاجه خالص، نص الجبهه دي كده نار، ما بتصيرش حد بس يلبس لي ودني كده. انت عندك مشاكل صحية؟ عندي القلب، عندي حساسية في الصدر، عندي جلطتين في القلب، وعندي ضيق في الشريان التاجي، وعندي حساسية في الصدر، عندي سكر وضغط. درجة السكر ايه اخبار بتظبط؟ مرة كده ومرة كده، ساعات يظبط وساعات يعلى. امبارح فوت خالص بقى 70. ماشي. طيب يبقى احنا كده يعني الهيستوري بقى خلاص كده كفايه عليه، ونشوف يعني اقول لك بقى جنرالي. انا لو هكتب يعني جنرالي هكتب صحيح افريج بيلت واورينتد واويك والكلام ده كله، انما هكتب هي از ان اجوني، هي از ان سيفير بين، شكله بيقول هي از ان اجوني اجوني. لان انا لازم لو جيت بقى بعد كده بعد ما شفت الراجل ده قلت لك ايه رايك فتقول لي ان ده عنده تسوس في الاسنان، انا هزعل منك بقى جدا. او لو جيت تقول ده جايز حبايه هنا وهو بيحلق دقنه عوق في واوا هنا، هي دي اللي عامله كده، هزعل منك جدا. انت كده مش قادر تحط الحاجات على بعضها، مش قادر تفهم ان الباثولوجي ده ما يسببش كلينيكال، ده ما ينفعش. ف he is in agonizing pain. Local examination مش هتعرف تعمله، كل ما تقول له كده وريني كده مش مفيش، he cannot tolerate. هل ده ليه معنى عندك ولا لا؟ لازم يكون ليه معنى عندك. لو قدرت بالعافية تبص في ودنه هتلاقي الاكسترنال كانال اللي هو المفروض يبقى patent كده ومبين الاير درام جوه بالمنظر ده كده، هتلاقيه ادامتس يعني جلد ضيق خالص، وهتلاقي فيه evidence of granulation tissues عاملة كده وعليها discharge. ممكن ممكن، بس ادي الكلينيكال findings بتاعته. طيب jumping to conclusion على طول طبعا، لان في كلمات كده لو قلتها على طول بتجمب تو كونكلوجن، بس انا عايزك تشوف الراجل ده من اولها علشان هسألك بقى ايه خطتك. فدلوقتي ده جايلك في الاستقبال، الساينز اللي انت شفتها لوكالي سيفير تندرنس اون تاتشينج ذا اير، ايديما اوف ذا كانال، جرانيوليشن تيشوز ات ذا فلور كفرد وذ بيرولنت ديسشارج. لما عملنا له السكر طلع مش عارف 600 ولا very high blood glucose في at the time of presentation. يبقى اذا التشخيص واضح، انتوا كلكم عارفين التشخيص واضح. You have to suspect هنا ان الرجل ده عنده نوع معين من otitis externa اسمها malignant otitis externa. خلي بالك بقى هنا malignant مش يعني tumor، malignant otitis externa. ليه بقى؟ يعني دلوقتي سؤال، لو جالك الراجل ده وانت في السعوديه كده بتشتغل دكتور، انتوا كلكم طبعا ان شاء الله يعني ان شاء الله بعد ما تتخرجوا هتسافروا السعوديه، ده ما فيهاش كلام، يعني الوضع دلوقتي بيقول كده، كلكم مش ولا واحد هيقعد على طول، تخلص من هنا يعني تخلص يوم السبت يوم الحد تبقى في السعوديه، واخد بالك ازاي؟ فلو انت مكان الراجل اللي شافه في العمر، طب لو انت مكان دكتور قبل كده كان راح له قال له انا حاسس بس ودني بتهرش خلاص، وبعدين المرحله بقى الثالثه اللي يجي لك بقى زي ما جالنا، اذا الراجل ده عدى في مراحل وممكن يكون اثناء المراحل دي راح لدكاتره
طيب انتوا لما انا في انتوا يعني لسه في اول سنه رابعه وقع الطاير كده اول ما قلت كلمتين عرفت التشخيص. طب امال هو ما عرفوش ليه؟ يعني انا ما اعرفش، انا بسال، انا بسال طب ايه الصعوبه في حاله زي كده ان انت تعرف؟ طيب This is a case of malignant test external. كلمة malignant ليه اطلقت عليه على الباثولوجي؟ لا اذا كان على البين، يعني اذا كنت فاكر ان malignant علشان البين، عايز افهمك حاجة. Number one, malignant tumors are never painful. للأسف ياريت يبقى painful كنا نعرفه بسرعة. انما malignant tumors they are always painless. تلاقي لامب واحده جايه لك، ايه ده، ده في هنا كلكعه، واحده ده في هنا مش عارف كلكعه ظهرت لي، مش ضايق، مش مضايقاني، هو ده الملك. يبقى مش هوصف، مش هوصف اقول دي مالجنس اكسترنال عشان بين. الحاجه الثانيه ان الاوتايتس اكسترنال العاديه خالص برده بفيري بينفول، ات از فيري بينفول طبعا. سبريد ايه بس ايه هي بقى الفكره في ايه؟ الاوتايتس اكسترنال العاديه is a problem related to the skin of the external canal. سواء diffusely inflamed أو في localized inflammation in the form of a furunculi صغير، أو عليه جاء عليه بدل ما يجي له bacterial infection يجي له fungal infection ويعمل what we call otomycosis. All these are forms of otitis external. ولكن البروبلم الباثولوجي كلها localized to the skin. طب is it painful? Very painful طبعا. اللي جربها قبل كده وجاله بس فيورانكل صغير في ودنه ما عرفش ينام من الوجع، بس اولا very very short duration وبتبقى clinically باينة جدا. انما لو الباثولوجي ده امتد الى العظم بقى، انتوا خلوا بالكم الاكسترنال كانال skin وبعد كده في skeleton، السكيلتون ده تلتين منه كارتلج وتلت منه عظم. اوكي بون اللي هي جزء من التمبورال بون. لو مش هتعرف قيمه الجزء ده هو اللي هو الحته صغيره خالص تلت القناه اللي معموله من العظم دي، غير لو جبت السكال. انتوا عندكم سكالز ولا رمتوها ولا ما جبتوهاش اساسا ولا ايه؟ سكال، هات سكال. وفي حاجة في الاناتومي كنا بنذاكرها يقول لك ايه، انت بتذاكر سكال نورما بيزاليس اكسترنا، يعني تبص لها كده من البيز اوف ذا سكال من بره، مش من جوه السكال، من بره السكال، وشوف فين الاكسترنال كانال، وشوف ايه الحاجات اللي حواليه علشان تتوقع. طب وات اف ذا بون جوت انفكتد وبقى الموضوع خرج بره السكين الى البون، يعني معناها حصل اوستيومايلايتس. ايه اللي يجرى لو حصل اوستيومايلايتس؟ ايه اللي يجرى؟ البين يعني يبقى اكتر شوية، ماشي موافق، لان اي حاجة في العظم بتوجع جدا جدا. صح انا معاك، لو في انفكشن طالت العظم هتوجعك، العظمة دي هتوجعك جامد قوي، انا معاك البين هيبقى سيفير. يبقى انت اساسا كنت بادئ بوتاتس اكسترن عاديه في السكين كانت فيري بينفول من الاول، ضربت في العظم بقى البين مالتيبلايد باي 10. انا معاك، بس مش دي المشكله. اذا كان على قد البين يبقى يحصل يبتدي سبريد وايروجن للبون، يوم يحصل ايه بقى؟ يعني ايه اللي جراله؟ انا عايزك تقول لي هو دلوقتي الراجل ده قاعد اهو في السرير، ايه اللي هيجراله بقى لو سبته، لو سبته ما عملتلوش حاجه؟ حد يوصف لي هيجرى له ايه بوضوح؟ يعني انا مش عايز الوصف اللي هو لا ده هيتعب قوي، هيتعب جدا. انا ما انا عارف انه هيتعب. لا يعني هو السبريد بقى، انفكشن بقى تروح بقى هناك فين؟ هتعمل بقى حاجات إيه ليه ايه؟ انا عايز اعرف الراجل ده هيجرى له ايه؟ يعني النكست ستيب لو سبته هيجرى له ايه؟ انا موافق على الفاكت ان ده بقى انفكشن جه في السكين وبعد كده وصل للبون وبقى فيه اوستيومايلايتس، بس برضو مش قادر اقول ايه تفسير كلمه مالجنا دي جايه منين. فايه بقى كنت عايز ايه؟
لا هو البين من غير ما تضغط. بقول لك فيورانك اللي يعمل سيفير بين. انا بتكلم على كلمه مالجنن. لا طبعا اي حاجه في الاير هتعمل بين من غير ما توصل بيترس ايبكس ولا توصل تراجينال نفسه خالص. هي هتوجعك كده كده. الفكره كلها الانفكشن ده قلت لي وصل للعظم، موافق. طب لما يوصل للعظم ايه النكست ستيب؟ العين ده يجرى له ايه؟ بس كده اهو. ده انا افهمها كده، دي انا افهمها ان هو ده لو اتساب هيعمل لك كده عارف. صح كده؟ وش هتعوج. لان ليه؟ بص تاني على النورما بيزاريس اكسترنا، شوف فين الاكسترنال كانال، وشوف اول حاجه سيريس هتقابلها ايه في سكتها. هتلاقي الستايلوماستويد فوريمن. الستايلوماستويد فوريمن بيطلع منها فيشيال نيرف. فيشيال نيرف ده موتور. لو الانفكشن طالت الفيشيال نيرف، الفيشيال نيرف بارالايزد، يبقى الخطوه الجايه ان انت هتشوف وشه الناحيه اليمين ده مش شغال. لا عارف يرفع حواجبه اليمين، ولا عارف يقفل عينه اليمين، ولا عارف يمضغ، ولا لما يضحك تلاقي بقه راح ناحيه الشمال. This is the next step اللي جاي على طول. يعني انت بتقول اوتيتس اكسترنا عاديه بين، البين بقى ملتيبلايد باي 10 يبقى دخل على العظم. وكمان اللي يقول ان هو دخل على العظم الجرانيوليشنز، السكين مهما حصل فيه انفكشن مش هيعمل جرانيوليشنز. ممكن يبقى اديمتس، ممكن يبقى كفرد بلاير كده جليسنينج، ممكن يبقى عليه شويه فانجل كولكشنز. انما تلاقي جرانيوليشنز يعني معناها ان في هيلينج، بيحاول الجسم يعمل هيلينج من حاجه ما تعرفش تعمل جلد اللي هو البون. فانت بصيت ايه جرانيوليشنز، يبقى دخل في البون، وفعلا البين كده ملتيبلايد باي 10 باي 10. الخطوه الجايه اوستيومايلايتس، طالت الستايلوماستويد فوريمن، يجي له فيشيال نيرف باراليسيس. طب ولو استنيت عليه بالظبط، بص على الاناتومي، شوف بعد ما هيعدي من الستايلوماستويد ايه اللي بعدها. اللي بعدها الجاجولار فورامن. الجاجولار فورامن ده بيخش بيطلع منه الانترنال جاجولار فين. ده ما يفرقش معايا كتير، مش هيفرق معايا حاجه. انما اللي يفرق معايا اللور فور كرانيال نيرفز. اللور فور كرانيال نيرفز اللي هم نمره 9 و10 و11 و12، لما دول يحصل فيهم مشكله العيان يبقى شكله عامل ازاي. احنا عارفين كويس قوي قبليها قلنا نمره 7 لما يتاثر ايه اللي هيجرى، واعتقد كلكم متخيلين وشفتوا صور او شفتوا عينين عندهم فيشن نيرف بارالايز. خلاص واضح قوي ان هو بيبقى النص اليمين ده بارالايزد، cannot move his eyebrow, cannot close his eye, cannot يعني masticate كويس، و deviation of the angle during smiling. معلش قبل ما نسيب حته الفيشن نيرف، ايه يعني شكله هيبقى وحش؟ ايه المشكله في الفيشن بارالايز؟ يعني بس يعني بيريل يعني، ما يعني مش مشكله يعني ان واحد يريل. بس كده اللي خاف منه في الفيشيال هو الاي. وانا افتكر وانا في سنه رابعه كنا بنمتحن الامتحانات ورا بعض كده، مفيش الكلام الفارغ اللي انتوا بتعملوه ده، اللي هو امتحان الرمد بعديها بثلاث سنين امتحان الشفوي بعدها باربع، مفيش الكلام ده خالص. هم اربع امتحانات ورا بعض كده وبعدين تخش الشفوي وتخلص، مش زي عندكم الامتحانات تبتدي في 1/4 تخلص في 2/12. مش ممكن يا ابني، اصل احنا عايزين اربع ايام قبل رمضان وست ايام. ايه يا ابني ايه ده؟ يعني هم دول بقى، هم دول اللي هيخلوك بقى شاطر؟ حاجه غريبه جدا يعني، حاجه كونسبت يعني ضايع، يعني ضايع يعني. مش ممكن يا جماعه. المهم نرجع مرجعنا، دخلت ورقه الرمض. انا داخل رمض، اول سؤال في الرمض complications of facial paralysis. لا 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 ايه ده، انا جاي في امتحان غلط، مش الفيشل ده بتاع الانف وزن، ايه اللي جابه هنا ده؟ وبعدين بصيت بقى في السؤال اللي بعدين ايه الديبلوبيا، فقلت لا يبقى رمض، لا يبقى رمض. فاذا فعلا هي كده، اصل الفيشل نيرف لما يتشل انا خاف من المشاكل العيون بقى، الكورنيال بقى اكسبوجر، يليها السر، يليها اوباسيتي، شغلانه بنتكلم. وبعدين تيجي في الاخر تبص تلاقيه بقى في الاخر بعد كل ده، عشان انت مركز قوي على سبب الفيشيال وسايب نفس الكومبليكيشنز اوف ذا فيشيال، عينه راحت، محتاج كورنيال جرافتنج.
محتاج ترانسبلانتيشن اوف ذا كورنيا، وهنا حرام ما ينفعش تجيب كورنيا. خلاص هاتها بقى من الصين، كورنيا من الصين لو سمحت. وهي داخله يقول لك دفعت الجمرك شغلانه عشان تحط كورنيا مكان كورنيا. كان الاول عندنا بنك عيون في كورنياز في مش عارف ايه بتاع، قال لك لا لا حرام خليهم مع مين ولا يهم، وانت فاكرني هسكت هروح اجيبها من الصين، انا عايز اشوف حرام ايه. بس ماشي مش دي موضوع. المهم نرجع تاني مرجوعنا، يبقى انت في الحاله دي لما يجي لك فيشيال خلي بالك انت فتحت سكه تانية. يعني هو جاي لك ان سيفير بين عايز تكنترول الكلام ده، دلوقتي في سكه تانية اتفتحت لو سبته للستيب اللي بعد كده اللي هي الفيشيال، خلي بالك من عينه بقى والنبي، يبقى البين زائد عينه بقى لان عينه هتضرب لو سبتها. بعد كده اللور فور يحصل له ايه يعني؟ ايوه يعني هيحصل ايه؟ يعني كلينيكال يحصل ايه؟ محدش بقى ها؟ ايوه انا عارف هيجرى له ايه للعيان؟ مش عارف ياكل ازاي، عنده ديسفيجيا مش عارف يبلع ازاي. لا هو التنج يعني مش مهم قوي في الديجلوتيشن هو يعني. طب اهم حاجه هتحصل في دول ايه؟ الفيجاس. ليه؟ ليه؟ استومك يعني؟ الاستومك؟ يقوم يحصل ايه؟ طب ولو اتشل ايه اللي يجرى؟ هورسنس يعني كل ده صوته حضرتك اتغير شويه. ما يتغير يا عم، انا واحد هيموت من الالم وعنده فيشل وعينه هتروح، بس لا صوته بس مش عارف انا وهو الصبح هو بيغني حاسس ان صوت ايه ده؟ ما تظ يا سيدي ما يتغير، انا بدور على حاجه سيريس. لا استرايدر لا يمكن لا يمكن، بس عشان نتكلم بقى بوضوح، لو انت بتتكلم على فيجاس واحد او ريكارنت لارينجيال واحد اعمل فيه اللي انت عايزه افرومه، مش هيحصل سترايدور. امال امتى هيحصل سترايدور؟ امتى هيحصل سترايدور؟ لما يبقى باي لاترال افكشن. فطبعا هنا لا يمكن يحصل باي لاترال افكشن. فانت دلوقتي عندك الفيجاس نيرف، لما يطير الفيجاس ايه اللي يجرى؟ هيحصل فوكال باراليسيس اللي هو كلينيكالي هيسبب ايه؟ مش مهم صوته يبقى واحد، الفكره كلها ان هو الفوكال كورد هيبعد عن الميد لاين، هيسيب مسافه كبيره ما بين الميد لاين، يقوم كل ما يجي يبلع ريقه حتى مش الميه نص الريق ده ينزل على الرئه يكحكح. طيب عايز اقول لكم بس حاجه، لو شفتوا واحد عنده كرونيك اسبيريشن هتعرف يعني ايه الكلام ده، بيتمنى الموت. اوعى تفتكر لما ياكل او يشرب، لا خالص، انت بتبلع ريقك ريجولرلي كذا مره في الدقيقه مع كل بلعه ريق شرقه. وطبعا اكيد منكم حد جرب الشرقه كده، نقطه ميه تنزل بتبقى تتجنن وعينك دي هتطلع من كتر الكحه، ولو سبتها وطنشتها يبقى نمونيا ان شاء الله. بعد كده بقى عدى كرينيال نيرف دخل جوه البرين مات بقى خلاص. This is the natural consequence. تبقى malignant ولا مش malignant؟ تبقى malignant. Malignant مش معناها tumor expand، معناها الناتشرال كورس بتاعها يؤدي إلى الوفاة، ويؤدي إلى الوفاة بالتدريج. الأول كان عنده ودنه بتهرشه، خلي بالك الكلام ده مهم هقول لك ليه حالا. بعد الهرش بقى فيه وجع، بعد الوجع بقى severe pain، بعد السيفير بين لو سبته فيشيال باراليسيس، بعديها ديسفيجيا ومش قادر يبلع وهورسنس، وبعد كده اسبيريشن وتشوكينج وكافينج، بعد كده ديستربد كونشسنس ليفل. يلا ده اللي هيجرى لو اتساب، عشان كده اطلق عليها مالجننت لانها بتموت يعني، فهي مش هزار. يبقى this is not a regular case of otitis externa, this is most probably a malignant otitis externa. طيب هتعمل ايه؟ الاول حد عارف المالignant otitis externa دي ظروف يعني ممكن تحصل لاي حد؟ usually it happens to immunocompromised patient. الراجل ده لما سألته انت عندك مشاكل صحية ما جابش سيرة السكر غير في الاخر،
قال عندي القلب، لان هو بيوضبها اكوردنج للاولويات اللي هو شايفها، انه عنده في القلب وعنده حساسيه في الصدر وعنده مش عارف ايه، وبعدين في الاخر سكت، وبعدين قال وعندي السكر في النص كده، ولما سالته السكر مظبط يقول لك يعني شويه كده وشويه كده. انا بدور على دي، فانا لو هكتب وراه زي اللي كاتب ورا وكيل النيابه يبقى الدبيت ده هيجي اخر واحد، انما انا دلوقتي عارف ده اول واحد. ده انا عايز اقول لك لو انت قلت لي ريزومي، قول لي لو سمحت اربع خمس كلمات على العيان ده، هبتدي اقول لك this is a 70 year old diabetic. حطها في الاول خالص. ليه؟ لان انا عارف ان دي معلومه مهمه. طب الاسكيميك هارت ديزيز يعني مش مهم؟ لا مهم، بس ملوش دعوه بالقصه بتاعتنا. has nothing to do with the malignotizing step. حقيقه. انما الدايابيتس ليه سبب مباشر. Because if you are diabetic uncontrolled you become immunocompromised. تيجي بكتيريا سخيفة جدا اللي هي ايه؟ السودوموناس. السودوموناس يا جماعة عشان تبقوا عارفين ما بتخافش من الانتيبيوتكس اللي هي العادية. فلو انت جيت قلت انا هكتب برود سبيكترم انتيبيوتك، ظنا منك ان برود سبيكترم دي يعني اي كلب في سكته هياخده، وهي معناها ان هي it can kill more than one organism، برضو مش هتشتغل. انت you need to specify حاجة تكون بتشتغل ضد السودوموناس، otherwise مش هيحصل حاجة. لو قعدت 20 سنة تديله في الاوجمنتنز والكلام ده مش هيحصل حاجة. you need to specify your antibody. يبقى انت دلوقتي عرفت الموضوع elderly diabetic uncontrolled يعني immunocompromised، ابتدى بإير بين، شوف العلاج كان ايه. العلاج كان شال نابه، الناب اتشال، ده العلاج عشان محدش بس يضحك. الناب اتشال، واحد عنده malignosis externa شلنا له سنانه. ايوه هو ده اللي بيحصل، هو ده المال براكتس اللي بيحصل واللي مش عايزينه يحصل بقى من عندنا اتليست. طيب وبعد كده البين يبقى سو سيفير والانالجيزكس مش شغاله، ولو سبته هيحصل فيشيال، ولو سبت الفيشيال عينه تروح، وبعد كده يخش مش عارف يبلع، وبعد كده بيشرق، وعلى فكره ممكن يموت من نمونيا قبل ما توصل انتركرينيا، تلاقيه مات منك من النمونيا. This is the natural evolution بسبب سودوموناس انفكشن طالته ودخلت سكنت في العظم بقت صعبه جدا. قول لي بقى what is your management plan للعيان ده؟ صح كده، شكرا. انا مبسوط جدا من الكلمه دي. ليه بقى؟ لان ده معناها ان انت بتتكلم براكتيكال بقى، انت بقى شفت عيانين. يعني هوسبيتاليزيشن ده مش هيروح. في فرق كبير جدا ما بين عيانين بيجوا لنا في الاستقبال عنده اوتيتس اكسترنا عاديه، تيجي تبص في ودنه، هو الراجل كان بيلعب في ودنه بقطنه وعورها مستعويره صغيره كده فالتهبت شويه. العيان ده ما بيخش مستشفى، بتشوفه حتى لو جاي في الاستقبال ان سيفير بين، ممكن تدي له حاجه انجكشن يعني بين كيلر يهدي البين شويه، وتنضف له ودنه، يوم يبليس ا بيس اوف باك زي اللي انت شفتوها دي، باك صغيره يعني حته شاشه صغيره خالص تتحط جوه الاكسترنال كانال. ليه تتحط الشاشه؟ عشان لو حطيت اني دروبس تاخدها كده باي كابيلاريتي، فاهمين ازاي؟ توصل الدروبس، لان العيان اللي عنده ايديمه في الكنال مهما يحط دروبس الدروب تقف هنا وتقوم نازله، ما تخش الودن. فانت يو هيلب ذس بال ان اديشن يو كان سوك يور باك ويز ا كريم او انتي او اوينتمنت في الماتيريال اللي انت عايزها. لو فانجس يبقى هتحط عليه انتي فانجل، لو بكتيريال تحط عليه انتيبيوتيك لوكال في الباك دي، ان يو انسرت ذا باك فور 24 اور. تقول له عدي عليا بكره اشيلها، تشيلها after 24 hours، لقيت الدنيا لسه حط باك تانية. عادة من أول أو تاني مرة الكنال بتفتح تبقى كويسة، and then everything goes very well within few days. ده الأوتايتس بتاعنا العادية، ده مش هيروح، ده مش هحط له باك وروحه، فاهمين ازاي؟ يبقى ده هي hospitalization. فأنا سعيد جدا بأول حاجة تعملها you are going to admit the patient. ولو سمحت ما تفتكرش ان انت لو ما قلتهاش يبقى انا هفهم ان انت قصدها. انا هعرف منين يا ابني؟ يعني لما اجي اسالك تقوم تجاوبني ما تجيبش سيره الهوسبيتاليزيشن، هعرف منين ان انت لما يجي لك العيان ده هتروحه ولا لا؟ ما انت تقول لي هتروحه ولا هتعالجه اون اوت بيشنت. فلو سكت يبقى انت قصدك هتمشيه.
لو قلت لي ده هيخش يبقى ده هيخش، يبقى اول حاجه هوسبيتالايز. نمره 2 شكرا، مهم جدا هيز جنرال ستاتس. ما ينفعش اقعد اركز بقى في الاير وانا سايب الشوجر بلاد جلوكوز ليفل 800. 800 يعني عامل لي شوجر اجار زي بتاع المايكروبيولوجي في الدم كله، بينفايت البكتيريا تفضل يعني قاعد البلاد جلوكوز في الدم اي حته يروحها تفضل اي بكتيريا تفضلها نجازي. يجي له بقى انفكشنز هنا وانفكشنز في رجليه والسرز في ظهره، يعني مش يعني مش كده. فده جنرال كنترول اوف هيز دايابيتس، وده اللي بيحصل. طيب ادي نمره، يبقى واحد ادميشن، نمره 2 كنترول اوف جنرال كونديشن اللي هو في الحاله دي كنترول اوف هيز دايابيتس. طبعا ده هيتقلب انسولين، لو كان اورال هايبوجلايسيميك يتقلب يبقى انسولين. ايه تاني؟ انتيبيوتيك اللي هو ايه؟ تعمل كالتشر. تعالوا برضو نخلص حته كالتشر سنسيتيفيتي. في تليفون هنا كل شويه يرن يا جماعه، عشان لو حد بس في البورصه انا عارف عشان ما نعطلكوش، لو عايز يبيع او حاجه يرد عليه عشان عمال كل شويه زين. طيب يبقى انت البلان بتاعك نمره 1 انت دلوقتي عرفت كل حاجه تخص المالجنانت تايب 6 10. عرفت ان هي اتس ان اجريسيف ديزيز، كلمه مالجنانسي لانها ات بروجريسز انتل ات كيلز ذا بيشنت، وان هي مختلفه عن الريجولر اوتايس اكسترنا ان هي ات انفيدز ذا بون ويعمل اوستيومايلايتس، وان الكونسيكونسز هي كرينيال نيرف افكت. وعرفت يعني ايه فيشيال، عينه طارت، يعني ايه فيجاس، يعني خلاص نمونيا اسبريشن نمونيا من الاخر كده. طيب فانت هتعمل له اوستيومايلايزيشن، هتعمل له كنترول للدايابيتس ميليتس، ده مش شغلتي انا، ده شغلانه البطنه. وعلى فكره في كتير جدا من العينين دول اول ما بيتشخصوا بيتنقلوا اسم البطنه. ليه؟ لان this is the primary control، هو ده البرايمري كنترول. نمره 3 هبتدي له انتيبيوتيك دايت. لما جيت انتيبيوتكس قلت طيب هل انا عايز قبل ما ابتدي انتيبيوتيك اعمل كلتشر اند سنسيتيفيتي؟ والله هو كلام يبدو لوجيك. طب ما اخد كلتشر سنسيتيفيتي، خد كلتشر سنسيتيفيتي، بس انا هسالك سؤال، تاخد قد ايه دي عقبال ما تطلع؟ كلتشر وسنسيتيفيتي يعني معناها باخد سواب بتبقى زي تيست تيوب كده وفيها قطنه معقمه ما فيهاش اورجانيزمز خالص، والا لو جاي من الشارع الكلتشر هتجرو بكتيريا جايه من بره، فانت لازم تبقى معقمه خالص جايه مقفوله، وانت برضو المفروض يو دونت تاتش اني ثينج ايلس غير الدسشارج اللي انت عايزه. بمعنى لو لمست الجلد وجلد كان فيه مثلا ستاف مثلا هتطلع لك ستاف، فانت لازم تبقى فيري بيكيولير ان انت عايز من الدسشارج ده تلمس الدسشارج. خلي بالك بقى انا قلت لك ده ما حدش عارف يقول، هو نفسه بيقول حدش عارف يلمس ودني فصعب، انما نفترض ان في دسشارج طالع وانت بس هتلمسه كده خلاص وتحطه في الانبوبه تبعته، هما بيعملوا ايه بقى؟ بيربوا بقى، يربوه بقى على اجار كده، ها؟ فلازم يديله وقت قبل ما يكبر ويبان ده ايه، وبعدين يصبغه، وبعدين يبص تحت الميكروسكوب يشوف دي كوكاي باسيلاي. الكلام ده اللي انتوا خدتوه في المايكروبيولوجي، الكلام ده بياخد وقت، يعني ياخد له 4 ايام 5 ايام في الاصل يعني 3 سنين كده يعني. فانت ايه الفكره؟ ان ده بياخد وقت. لو انت بقى قاعد بقى مستني الكالتشر والراجل بقى بيكبر كل يوم تبص تلاقيه بيخبط دماغه في ثانيه قاعد يا بيه كالتشر ده احنا بعتنا من اسبوعين، انا هشتغل كده؟ هو انت عايزني اشتغل كده؟ انا ماشي زي الكتاب مستني الكالتشر فيشال بارس، مستني الكالتشر اسبريشن نمونيا مش عارف كالتشر يا بيه، امال هشتغل ازاي انا يا استاذ؟ فطبعا انا معاك تعمل كالتشر سنسيتيفيتي، بس يعني الحقيقه انا بعملها كروتين مش هستنى نتيجتها. ليه؟ لان انا عارف الاورجانيزم بتاعي، اي نو ذات ذا اورجانيزم السودومونس، يبقى هبتدي الانتيبيوتيك اللي هو ايه بقى؟ بالظبط اللي هو جروب الكينولونز. جروب الجروب ده بيشتغل ضد السودومون، بس في فرق يا جماعه جامد ما بين ان انت تقول لي هدي له انتيبيوتيك او مثلا تكتب اجابه انتيبيوتيك برود سبيكترم، وان انت تكتب كينولون. فرق السماء والارض. لك يعني جد؟ اه جد. اه لانك لو استخدمت اي حاجه غير كده يبقى انت بتهزر، مفيش حاجه خالص.
طيب هتعمل كالتشر سيفتي لو كتبتها تكتبها ان دي مش هيخليني استنى. I will start empiric. Empiric يعني من غير دليل. Empiric antibiotics in the form of quinolones until the culture. والله بقى الكالتشر طلعت للغرابة فيها resistant organism وهيبقى ساعتها اغير الانتيبيوتيك accordingly. انما I'm not going to wait. واللي بيحصل ان الكالتشر بتطلع سودومو. فبتبقى عارف ان انت ماشي في الطريق الصحيح. في حاجة تانية عايزين تعملوها؟ هو ده المين تريتمنت. خلاص في حاجة تانية؟ كويس. السؤال بقى اللي دايما بقى. هل انا في ما يعني هل في سيرجيكال امباكت؟ في اي سيرجيكال؟ في حل سيرجيكال؟ تشيل البون ده؟ طيب كان في محاولات زمان ان هو يخش يحاول يدريل البون ده كده الانفكتد ده. اللي كان بيحصل ايه؟ you are opening planes for infection to spread more. فthere is no role of surgery في malignant cell. There is no role. طيب انت قريتها بقى في مكان. انا بس بقى دايما بعد انا يهمني جدا انت كدكتور هتعمل ايه في العيانين. بس برضو من واجبي اقول لك بقى في الامتحان برضو. بس الامتحان يجي نمرة 2 او نمرة 10. انا يهمني انت انت في العمره لو شفت واحد زي ده هتعمل ايه. خلاص كده. ف لو انت قريت ان في جراحات بتتعمل, وطبعا احنا عندنا اتيتيود جميل جدا ان هي مساله وزن وكتابه. انا كتبت 10 صفحات في السؤال ده. انا طلبت 4 كراريس ودبسوا واتربطوا بالضباط. فانا شاطر. انا كتبت 4 وتفتح الاربع تلاقيه كاتب بخط فونت 50 وساب سطر وبياضة من فوق وبياضة من تحت وكاتب كلام فارغ وياخد صفر. 4 صفحات 4 كلام فارغ حضرتك اللي كان. فالفكرة كلها مش بالكم. فيجي يقولك ايه, انا عارف انا اشطر, انا عارف حاجات, انا كتبت اكتر من الناس, كتبت سيرجري. خلي بالك بقى لو ورطت نفسك انا هحاسبك. يعني ما جبتش سيرة السيرجري شكرا. كتبت سيرجري وقلت لي ان هي فظيعه ورهيبه وهنعمل ديبرايدمنت وهنساوي وبتاع, يبقى انت بتنقص كده. عمال تنقص ليه؟ لان لما يجي لك الراجل ده هتدخله تعمل له عمليه. ده معناها كده الراجل ده لما يجي لك هتعمل له عمليه, ولما تعمل له عمليه you will open up planes for infection. انت كده بتساعده ان انت بتريحه من الدنيا وبلاويها زي ما بيقول. انت بتزقه بقى. يعني هو انت مش عارف ترجعه. طب خلاص يلا خلاص. فما تفتكرش ان هي زياده. طيب احنا عندنا الحكايه دي. انا مش ممكن اكون عارف معلومه ما احطهاش في الورقه يا بابا. توزن ازاي؟ لازم اكتبها. هكتبها. خلاص اكتب. انا معاك. انت خايف ان انت تبقى في معلومه عارفها وما تكتبهاش, تنقص عليها. ده ظنك يعني, او بيقولوا لك كده اللي هم الشقق اللي بره دي بيقولوا لك كده. طيب اوعى تنسى. اوعى. حاضر ماشي اكتبها. بس اكتبها ازاي؟ surgery for malignantitis externa is proven to be not effective, it may however some study كده. اكتب لي وريني ان انت يعني حطيتها في الاخر يعني. انما ما تصدرها ليش كده هو, لانك لو صدرتها وفاكر انت بتزود يبقى انت بتنقص مش بتزود. خلاص كده. يبقى there is no role for surgery عشان خلاص. هل في investigations تحب تعملها؟ الCT scan هيبين bone erosion which is expected ان انت تلاقي bone erosion. يعني انت بتعمل CT ليه؟ يا اما عايز تعرف ان انت مش عارف التشخيص وعايز تعرفه, يا اما هيكونفيرم كلينيكال. يعني تخلي واحد يعمل اشعه مثلا ب 2000 جنيه عشان تكونفيرم كلينيكال, ما انا عارف ان هو كلينيكال. فالCT هنا is not يعني a routine investigation, is not routine. كويس. في سكان نوع من الراديو اكتيف ايودين سكان اسمه جاليوم. الجاليوم ده فكرته ايه؟ راديو اكتيف ماتيريال بيحب قوي قوي العظم اللي فيه مشكله. فلما الكلام ده بيتعمل فين؟ بيتعمل عارفين فين؟ النسا, مستشفى النسا المبنى بتاعهم كده قبليه على طول في قسم الاورام في الدور الرابع خالص اخر دور اسمه نيوكليير ميدس. في منكم اكيد ناس هتخصصوا فيه.
النيوكليير ميديسن هم اللي بيعملوا السكانز زي اشهرهم طبعا الثايرويد سكان اللي بيتعمل بالايودين. العظم ليه حاجه اسمها جاليوم، ان انت لو حقنت الجاليوم ده يشوف الحته اللي فيها اكتيفيتيز في العظم وينورها لك كده، يعمل لك سبوت كده عليه. الجاليوم سكان كان بيوزد مش تو دايجنوز الحاجه بس تو فولو اب، هل بيتحسن، هل النقطه المنوره دي عماله تزيد ولا عماله تنقص ولا لا. طبعا دي حاجه غاليه وبتاخد وقت ومكلفه وفيها راديو اكتيفيتي ومش بتساعد في الدياجنوزس على قد ما بتساعد في الفولو اب، فهي ممكن تتعمل في بعض البلاد الغنيه. عندنا الحقيقه ما بنعملهاش، انما لو اتكتبت ما اقدرش اقول عليها غلط، ما اقدرش اقول عليها غلط. غير السيرجري، السيرجري ريلي هاز نو رول، انما الجاليوم سكان كان بيدان، السي تي سكان كان بيدان. بس خلي بالك انت ما انتش في مركز شباب ليفربول، انت في الحطاب، فدي ليها قواعد ودي ليها قواعد. في الورقه ممكن تكتبها بس اعرف ان ده مش دايما هتعمل. يبقى اذا الراجل ده هيخش داخل عندنا المستشفى هيتعمل له كومبليت تشيك ابس سيستميك، هيتظبط من ناحيه الجنرال كونديشن وبعد كده ياخد الانتي بايوتيك. اتفضل. صباح الخير. حاجتين حابب اعرفهم منك، اول حاجه انت قلت امبارح ان احنا الوحده بتاعتنا يعني هنبدل وهناخد في المدرج ده يوم السبت من 9 ان شاء الله ل 11 11 وربع. الحاجه الثانيه هبتدي ان شاء الله محاضرات الدعم الاكاديمي هيبقى يوم السبت الساعه 12 في مدرج واحد، وهنبتدي من السبت الجاي بعدها تقريبا 3 مرات قبل اخر الراوند هنشوف بقى هنخلص فيهم يعني. الو لو احنا انا بشرح نص الراوند وغالبا الدكتور مصعب بيشرح كتير وانا هشرح لارنس ثاني يبقى هنحس ان خلصنا تقريبا المنهج يعني. فيوم فاحنا يوم السبت الساعة 9 هنا هناخد بريك مثلا نص ساعة ساعة الا ربع كده، وبعدين من 12 حسب بقى الدعم الاكاديمي ده براحتنا يعني، عايزين يعني مش هنطول قوي مش يعني الماكسيمم هيبقى واحدة ونص ان شاء الله. ايوه بيس خلاص معلش انا في الدرس بس مش عارف اروح. لا 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 اتفضل غالبا هيبقى لارنس هنشوف مش فارق يعني ممكن لو غيرنا راينا كلنا مش مشكلة يعني اللي انتوا عايزينه يعني. المهم ان احنا يوم السبت دكتور الشاذلي قال لي يا بيه الصبح بليز بس بلغوا بقى زمايلكم اللي في المجموعات الثانيه 9 هنا ما ده عادي بقى خلاص، بس احنا هنبدل انا برضو اعتقد ان عندي انا هدور في خلال يومين هتكون تمام. عندكم معلش حد يتعب يحط الكلام ده على جروب الدفعه عشان انا ماليش اكسس. ده اعتبر ده وعد ان هم يوقفوا بس تعتبر في حد يكتب بقى تعمل جروب الدفعه معلش. أيوه. خلاص لا 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 خلاص لا لا انا هلاقيها في خلال انا هبلغ حاجه 12 في مدرج يوم السبت 19 في مدرج واحد. طيب حاضر ماشي هتكلم حاجه تاني بالليل ماشي يا سلام. تمام ده دي الحاله الاولانيه اللي هي عندنا اللي عايز بقى يتابع معاه الحاله موجوده وكده. عايز بس اقول لكم برده حاجتين صغيرين عشان انتوا شفتوا معايا في اول مره شفتوا حالتين، واحد كان لودفيك زانجينا والتاني كان فوكال سوري لارنجيال ما انتوا ما قلتوليش الثاني. ايوه بالظبط كده. الثاني ده كان برولونج انتوبيشن، والبرولونج انتوبيشن لما بيحصل اللارنكس بيستينوز بعد الاكستيوبيشن، يعني هو بيبقوا حاطين التيوب سايبينها فور ا لونج تايم بتعمل بريشر اتروفي من كتر ما هي ضغط على اللارنكس، فالجزء السب جلوتيك اريا والابر تراكيال اريا بعد ما يطلع خالص من المستشفى بعديها بكذا اسبوع يحصل فايبروزس ويحصل ستينوز يجي مخنوق ويتعمل له تراكيوسكوب. فانتوا شفتوا الراجل الكبير بالمصادفه يعني امبارح لقينا في الاسم حالتين، حاله لودفيك زانجينا برضو تاني برضو دنتال انفكشن، وحاله ولد بقى صغير قد كده ولد زي القمر كده برضو دخل عملوا له انتوبيشن قعدوا فتره طويله لانه موتوسيكل خبطه. انا هبقى اصوره لكم واوريه لكم انتوا الموضوع خلاص انت ذاكرته بس علشان تعرف انا هدفي ايه. لما الحالات اللي هتشوفها كتير هي دي اللي هتشوفها في الامتحان وهي دي اللي هتقابلها في حياتك. اما بقى لو قعدت تدور على حاله ديفتيريا وحالة ليبروسي دي هتقعد طول عمرك مش هتشوفهم. لو تفتكر ان ده مقياس الشطارة
انت حر بقى عيش بقى. انا عايزك كده مع نفسك كده خيالاتك بقى. انا شفت حاله ساركوما اوف ذا ساركويدوزس اوف ذا مش عارف. براحتك بقى انت مع نفسك. انت مش هتنفع يا ابني. انت هيجي لك واحد عنده برده تقول له جايز دي تكون هيستيوسايتوزس اكس. ايه دي يعني ايه؟ اه والله ليه انا شاطر مش هفكر زي الباقي. لا انت مش شاطر انت حمار لما اخذ. طيب نيجي بقى ليه نرجع تاني. فالولد ده عنده بوست انتيوبيشن لارنجيال ستينوزس غد صغير. وفي شاب تاني عنده لودفيك زانشاين زي ما يكون دوبليكت بتوع الحالات التانية. طيب هنبص على حالة تانية موجودة عندنا في الاسم بس نحاول نركز شوية لان هي صوتها مش واضح يا جماعة. صوت الحالة مش واضح. هو ده قفل دكتور معلش انا فاشل قلت عينه بالجنريشن عشان اكسبيرينس بالجنريشن. لا مفيش مالجننس مفيش حاجه اسمها مالجننس في الاير يا دكتور. الموضوع اللي اسمه مالجننس في الاير اشطبه 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 لان ما بنشوفوش يا بابا ما بنشوفوش. انا لازم الموضوع اللي اتكلم فيه ابقى بشوفه ما بتكلمش في خيالات. لو قاعد تستنى تشوف مالجننسي في الاير مش هتشوف حاجه خالص في حياتك. تمام انا مش عارف ليه الصوره مش واضحه. نحاول تاني نحاول تاني معلش. نسمع عملتي عملية؟ كويس. عملتيها امتى؟ كويس. ايه اللي حصل خلاك تروح تعمليها؟ كويس. اكتشفتي وقالي تعمليها ايه اللي حصل؟ هو رجع لكم تاني اصلي موجود بس اسمعي الصوت. تمام انا عيده تاني. انا اجي كده انا هقول لكم هي قالت ايه بس انا عايز كانك العينه قدامك برضو ما قدرتش تيجي. كويس. جيتي هنا وعملت ايه بقى هنا؟ طيب ايه اللي حصل بعدها؟ عايز كومنت على الاتيتيود. الاتيتيود مشكله ازاي؟ يعني حضرتك عملية صوتك اتغير؟ اتغير زي ما هو كده دلوقتي ولا دلوقتي اقل بكتير؟ يعني كده احسن دلوقتي كده. يعني انت خرجت من العملية صوتك ضعيف صح ولا وايه تاني؟ ايوه صوتك انت خرجت من العملية صوتك ضعيف وفي اختناق بالظبط. جيتي بتقولي عملت توسيع هنا بالليزر صح؟ كويس. ايه اللي حصل بقى بعدها؟ الهيستوري تيكينج صعب صعب. ماشي. انا عارف انتوا متلخبطين بس احنا هنست في الامور دلوقتي. اول مره دي كانت سنه كام؟ احنا قدام العيانه وبنسالها. 2000. معتذر برضو عن الحاجات دي هنظبطها. ماشي. طيب وبعد كده جيتي عملتيها تاني؟ طيب بعد 2003 دي عملتيها كمان مره؟ اربع ده. ماشي كويس. اخر مره امتى؟ كويس قوي. ايه اللي حصل بقى بعدها؟ برضو بعدها؟ هيستوري مش قوي قوي بس انا هقول لكم هي قالت ايه. انا كل ده عايزك تشوف بس صوتها وهي بتتكلم ازاي. طيب في كات ثانيه ثواني كده نحاول نطلع الثانيه دي. بتعيش
محددة ل 16 بتحس انك ليه ما خدتش 20 ما خدتش صغير ما خدتش يعني نفس الأعراض اللي كانت موجودة عندك أول ما خرجتي من مسألة شركة الغدة؟ عملت اي عمليات تانية لعمليات الغدة في فترة الفترة دي ولا لا؟ العمليات التنسية دي ما عملتش اي عمليات تانية؟ عندك اي امراض بتعدي منها زي ضغط او سكر؟ حساسية على الصدر؟ تشنجية؟ مفيش متعالجش من اي حاجة؟ عندك حساسية من اي حاجة؟ من اي مواد هي اي ادوية؟ خلاص شكرا يا سيد صبري. طيب تاني بس دي عادة على انواع حاول نوقف بقى ثانية واحدة بس عشان تسمعوا هي قالت ايه. هي بتقول انا عملت الغدة عشان قالوا لي مسممة وبتأثر على جسمي، ده اللي ما سمعه. هي قالت كده، قالت انا عملت الغدة عشان قالوا لي مسممة وهتأثر على جسمي، على جسمي كله يعني. عملت عملية؟ كويس، عملتيها امتى؟ عملت لها عمليه، قالت له الغده المسممه، شكله كده زي فيلم رعب، الغده المسممه. تمام خلاص، وابتدى بعديها المشاكل. هي طبعا الهيستوري مش واضح، الصوره مقلوبه، هنتفادى الكلام ده ليتر اون. بس اللي انا عايزين نقوله، انسى بقى ده خلاص، وانا هقول لك قصه الست دي. انا كنت عايزك تبص على هي صوتها عامل ازاي والاتيتيود بتاعها عامل ازاي. الست دي حاجة و30 سنة، very young، راحت تكشف، قالوا لها عندك الغدة فيها تسمم، فيها بتاع وبهتأثر على جسمك كله. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بالظبط قصدهم ان هي عندها thyrotoxic goiter، عندك الغدة درقية فيها تسمم، معناها ان هي high enzymes هرمونز وبالتالي طبعا لما الثيرويد هرمونز بتزيد بتعمل ديستربنس في كل حاجه. فاتشخصت على انها ثايروتوكسيكوزس. الكلام ده مهم، الكلام ده مثلا من 5-6 سنين هي اتشخصت على انها عندها ثايروتوكسيكوزس. ما حد يجي يرد يا جماعه. طيب ثايروتوكسيكوزس، ثايروتوكسيكوزس علاجها ايه؟ علاجها السيرجيكال يعني ثايرويدكت. رأى 30 سنة. أنا الحقيقة حاولت، يعني أنا كان نفسي سمعكم بس هو مصطفى اللي سجل، بس أنا ميبي المرة الجاية أسمعكم بالظبط هي بتقول إيه. الفكرة كلها إن طب بحاول أعرف، طب أنت إيه الأعراض اللي خلتك تروحي أساسا للدكتور؟ فيري فيج سيمبتومز، فيري فيج. يعني دي الست دي 35 سنة كان عندها شوية سمنة، صداع على مش عارف ايه وبتاع، ايه الحق ايه ده، انت عندك الغدة ومسممة ولازم تتشال. طيب طب ممكن، انا عارف ان هو طلب سخيف جدا، ممكن نقفلها بقى، نقفل التليفونات لان ده عمال يزن من الصبح وكل شوية يرن التليفون. طيب راحت عملت الغد، عملية الغد، وهي بتصحى من التخدير مش قادرة تاخد نفس. هختصر بقى، من ساعتها بقى من 2013 باين ولا من 2012 ولا مش عارف ايه بتاع، لحد دلوقتي هي بتعاني. اللي كان عندها تسمم وغدة فيها تسمم، عملت لها انت حضرتك العملية، متشكرين قوي، شكرين على شغلك. من ساعتها وهي تقريبا مستديمة عندنا هنا، عملت 4-5 عمليات بعد كده. ايه اللي حصل؟ اتخنقت بعد الغدة، اتخنقت، لا عارفة تصلي ولا عارفة تتنفس ولا عارفة مش عارف تعمل ايه ولا عارفة ايه، وصوتها ضايع و الى اخره. ايه اللي حصل؟ طيب العيانة المنظر اللي احنا بنتكلم عليه دي، الست دي موجودة عندنا في القسم. الست دي عندها 2 presentations دلوقتي. الأول خالص after عملت
توتال ثايرويدكتومي. ساي مثلا هنقول مجازا فيها، انا مش فاكر التواريخ بس اقول في 2013 حصل بعد التوتال ثايرويدكتومي ريسبيراتوري ديستريس جامد جدا، ريليفت شويه بالتراكيوستومي، وبعدين عملت بعد كده 4 عمليات باي ليزر سيرج. ده باختصار يعني اللي حصل، واحنا بنتكلم في مين؟ في واحده 30 بلس يير اولد فيميل. الصوت ابتدى بعد ما عملت كده، الصوت ابتدى يبقى لو فويس. بعد العمليه الثانيه، ما بالظبط هنستف بقى المعلومات. طيب تاني الكلينيكال سيناريو اللي ممكن تلاقيه في الامتحان، والاهم من الامتحان اللي ممكن يقابلك وانت بتشتغل في المستشفى. كلينيكال سيناريو، واحدة داخلة عملت ثايرويدكتومي طالعة مش قادرة تتنفس، دي تصنيفها هل دي إلكتف كيس يعني جيلك العيادة ولا إيمرجنسي؟ خلي بالك تاني، هنبهك تاني، أنا عايزك وانت بتذاكر وانت بتقرأ تتخيل منظر العيان عامل ازاي، وتتخيل العيان ده من النوع اللي رايح وشارب القهوة والشاي بتاعته جاي يكلمك في العيادة، ولا ده جاي راشينج في الاستقبال. فدي حاجة، لو هو من نوع الاستقبال لازم تفكر هل عنده مشكلة في الاي ولا البي ولا السي مبدئيا، ولا بره بقى زي الراجل الاولاني ده كان عنده سيفير بين، دي حاجة تانية. انما انا بودق. طيب الست دي جت ما كانتش بقى في الاستقبال، دي كانت جوه المستشفى، دي اوريدي في اوضه العملية بعد الثيرو immediately after thyroidectomy she has a terrible a problem، terrible مش عارف تنفس. ده اللي حصل. تاني واحدة تلاتينات قالوا لها عندك غدة مسممة، شالوها مش قادرة تتنفس بعد العملية. السيناريو ده يا جماعة خيالي؟ لا، بيحصل، بيحصل. طوارئ ولا حالة هادية؟ طوارئ. طب لما تكون حاجة بتحصل وممكن تموت منك العيانة، تبقى دي حاجة مهمة ولا شوية؟ بتبقى حاجة غاية في الأهمية. هتقبل منك مياصة ودلع في التشخيص؟ لا، مش دي بقى. لما اجي اقول لك في واحد عنده كرونيك راينوسايتس وفي برابير بتنزل، الدلع زي ما انت عارف. انما دي ما تقدرش، ما تقدرش. She will die. You have to know what exactly happened عشان تعرف what exactly are you going to do. السيناريو ده موجود؟ موجود، بيحصل، بيحصل. وخلي بالك الكومبليكيشن، لما اجي اقول في سيرجري ليها كومبليكيشن لا يعني ان في خطا في الجراحه خالص خالص. كومبليكيشن في اكسبتد كومبليكيشن، الريت بقى هو اللي يفرق الريت. يعني هل ان انا مثلا اجي اعمل عمليه مثلا في الثايرويد يحصل فوكال كورد باراليسيس، هل دي غلطه؟ لا مش غلطه، دي اسمها ريبورتد كومبليكيشن. سؤالي لحضرتك، انت كام في المية بيحصل فيك؟ لو قلت لي 1% يبقى انت you are an excellent surgeon، انها ممكن تحصل. اوعى تفتكر ان انت لو عملت complication تبقى ضايع خالص، وإلا ما كانش كتب ان دي complication. انما بقى لو قلت لي انا الانسنس بتاعي، انا الحقيقة عملت 10 عمليات وتسعة منهم جالهم كده، تبقى لا ما ينفعش كمل بقى، ما ينفعش كمل. انما 1% ماشي، 2% ماشي، اوكي. انا بقولك الكلام ده ليه؟ اوعى اتاك تقول ده غلطان، ده بيعرفش يشتغل. بس استنى هقول لكم بقى، انا قاعدة كده في الدنيا بقى بره العلم خالص، انا عايزك تتريق على واحد عمل حاجة مرة واحدة بس، واستنى 10 ايام على نفسك هتلاقيك عملت نفس الغلطة multiplied by 10. واللي مش عايز يصدقني يجرب، ماشي؟ طيب نرجع تاني للعيان. العيانة 30 سنة، انا عايز اشوف الكواليتي اوف ذا بيشنت، شوف الامبورتنس اوف ذا بيشنت. يعني انا بتكلم على الاولاني كان 70 يير اولد ميل، لايف اكسبكتنسي قليله، انما هنا بتكلم على واحده 30 يير اولد داخله تعمل عمليه، طلعت بعد immediately after surgery in severe respiratory distress. عايزك تقول لي ايه اللي حصل وهتعمل ايه. الستيب دي اتعملت اوريدي اول ما حصل. بعد كده دخلنا بقى في مشاكل، عايزين
مشاكل إلكتف بقى هنتكلم عليها حالا، بس قول لي في حالة الطوارئ دي ايه اللي حصل عشان بعد كده تعرف تقول لي هتعمل ايه؟ ايه اللي حصل في إيه؟ العيانة دي ليه عندها ريسبيرت ديستريس؟ الست دي ايه باثولوجيكالي ايه اللي حصل؟ يعني انا عايز اعرف حصل لها ايه؟ فوكال كورد باراليس، يبقى ريكارنت لارينجيال انجري. عايزين بس نعرف ايه الفرق ما بين اللي بيتقال، يعني في حد قال فوكال كورد باراليس، في حد قال ريكارنت لارينجيال نيرف انجري، ها حد عايز يقول حاجه تانية؟ وان ده سيرجيكال، ان الاثنين دول سيرجيكال. انا كل ده بحاول اعرف منك تقديرك ايه اللي حصل في الحالة دي. احنا موقفين عاملين بوز، احنا في العلاج لو قلت لك هتعمل ايه لازم تجاوب في خلال دي ثانية واحدة، انما دلوقتي عندنا وقت، احنا موقفين وبنقول ايه اللي حصل. الست دي دخلت تعمل ثيرويدكتومي، بعد ما خلصوا العملية مش عارف نفسها، فبسألك انت تقديرك ايه اللي حصل؟ فوكال كورد الرجي، انت بتقول سمعتها صح؟ الرجي؟ الرجي. ها عايزين ايه رأيكم؟ انجري تو ذا فوكال كورد بالاندوتراكيال تيوب ادى الى ستينوزس. امال امتى؟ عايزين انتوا شفتوا واحد حصل فيه انجري حصل ستينوزس بعديها بكام؟ باسبوعين. يبقى دي مش ما يقدرش ممكن. تراكيال برولابس، ده انا اعرف اليوترس ولا بالياس بس ماشي. تراكيال برولابس او الركتم جايز بقى، بيبقى في برولابس فوق انا شو بيبقى. ايه تاني؟ طيب بصوا الكلام ده انتوا ده من يعني نقل من لسان ملوش معنى، يعني ملوش معنى، يعني هقول لك ايه دي بلاش نتكلم عليها. طيب الرجي يعني هي عندها حساسيه، يعني اللي حصل ده بسبب ان هي عندها حساسيه. حساسيه لايه؟ لايه؟ للبنج؟ كنتش عندها حساسيه للبنج اللي هو الكلام اللي بيتقال بقى؟ لا صحيح، بس انا عندي حساسيه في البنج. يعني ايه يا ابني اللي انت يعني ايه حساسيه البنج؟ انت فاكر البنج ده ايه؟ قرص بتاخده؟ يعني ايه حساسيه البنج؟ هل ده ممكن يكون؟ بلاش نتكلم في دي. طيب الست دي اتمنى لما تيجي تجاوب نفس اللي انا قلته في الاول، لما يجي واحد بيصرخ وبيخبط دماغه في الحيط ما تقوليش جايز وهو بيحلق دقنه تشكل الموس عوره عمل له واوا، هزعل منك. اصل انت يا ابني بيخبط دماغه في الحيط، عايز سبب كافي كده. الست دي في مصيبه سودا مش عارف تنفس، فما تقوليش اصل عندها حساسيه. كونش سايكولوجيكال ستريس، قلقان ان الثيرويد اتشالت. يعني انت تتوقع ان ممكن حاجه بهذه البساطه تعمل المشكله العويصه دي، ولا انت مش شايف ان دي مشكله عويصه؟ هو انا يا ابني بقول لك واحده صوتها اتغير ولا بتاع؟ احنا بنتكلم في واحده ان ديستريس مش قادره تاخد نفسها. يعني هيبان دلوقتي هسألك هتعمل ايه وهعد الواحد لتلاتة، لو معرفتش يبقى ماتت منك خلاص. فانت دلوقتي قبل انا بعمل بوز وبفكر هو ايه اللي حصل. طيب نيجي بقى في الكلام ده، فوكال كورد باراليسيز او ريكارنت لارينجيال نيرف انجري. طب وانا لو جيت تخيلوا كده، جبت في الانيمال لاب اللي عند هو فين دلوقتي؟ الهيستولوجي ولا عند الفسيولوجي؟ عندهم انيمال لاب كده، لو جبت كلب وعملت فتحت رقبته وطلعت الريكارنت نيرف وقمت قطعه، يحصل سترايدور؟ يعني انت بتقولي ان الانجري دي حاجه من اتنين، يا بارشل يا كومبليت، صح كده؟ ماشي. فيحصل له سترايدر امتى؟ انا مسكت الفوكورد وقطعته، دي كومبليت، يحصل ايه؟ لا مش هيحصل
بايلاترال يعني في بارشل يونيلاترال وفي بارشل بايلاترال وفي يعني في أربعة اوكيشنز ممكن تحصل. ده اللي انت بتقوله عليه صح؟ طب نمسك واحدة بارشل يونيلاترال. طيب يبقى انا مسكت الفوكال كور انت بتكلموا على ريكارنت لارينجل صح؟ مش كده؟ طيب انا جبت الكلب، انا عايزك تتخيل بس جبت الكلب ده وطلعت الريكارنت لارينجيال وخدته عملت له وده يونيلاترال اهو، عملت له بارشل، مش عارف يعني ايه بارشل، يعني ايه اي سكويزد كده، مش دي تبقى بارشل ولا تبقى كومبليت؟ انا مش عارف دي ايه يعني. او بارشل يعني واحد كومبليت يعني؟ لا نايلين يونيلاترال وبايلاترال، اشيل دول ولا سيبهم؟ اهو ده اللي انا بتكلم عليه. فبارشل يونيلاترال معناها ان انا جبت فوكال كورد يعني هو انا ما قطعتوش قوي يعني امال ايه يعني دوست عليه كده دوسه كده غارك خلاص versus ان انا جيت هنا في اليونيلاترال كومبليت لا ده انا قطعت خالص ماشي. طيب بايلاترال بارشل يعني معناها الاثنين بس يعني ما قطعتهمش قوي يعني يعني جيت كده ايه يعني واو صغنونه كده يعني مش عارف دي يعني ايه. هو اساسا انت لو شفت الريكارنت لارينجل عامل زي الشعرايه فانا مش عارف بقى بارشل دي تعملها ازاي بقى يعني تضايقه يعني ما تتعورش وبايلاترال كومبليت يعني تقص الاثنين ده صح كده. طيب واضح من الكلام ومن الاكسبريشن بتاعكو ان بارشل دي بتضايق قوي يعني مش ملهاش مكان. فانا رايي نشيل دي ملهاش التقسيمه دي مش عايزينها. مفيش حاجه اسمها بارشل كومبليت لو سمحت ده هو قد الشعره بارشل ايه وكومبليت ايه انجرد ولا مش انجرد خلاص. طيب نيجي بقى يونيلاترال ولا بايلاترال حاطط انيمال نمبر ايه انيمال نمبر بي قول لي وكلام واضح نمبر ايه قطعت له 1 ريكارنت لارينجيال نيرف انيمال نمبر بي قطعت له بوث ريكارنت لارينجيال نيرف ايه اللي هيحصل في ايه وايه اللي هيحصل في بي ايه هيحصل له ايه اللي هو قطعت يونيلاترال الفويس هو اللي اتأثر. طيب وبي اللي هو البايلاترال يحصل فيه سترايدر او ريسبيراتوري ستريس. طب وهنا الريسبيريشن يبقى نورمال ريسبيريشن وهنا الفويس اي ما سترايدر الفويس يبقى نورمال فويس. طيب هورسنس اوف فويس امال ايه ما ايه افو مش هتكلم خالص. طيب يعني في سيفير فويس افكشن يعني الفويس كمان هيروح خالص يعني النفس والفويس هيروح خالص انما هنا الفويس هيروح ان النفس كويس ده اللي انتوا قلتوه. طيب هقول لك حاجه ترجم لي الكلام ده ما هو بس عايزين نحلها بس عشان نخلص ترجمه لي على اللارينكس. انا دلوقتي باصص على اللارينكس اللارينكس ادي الفوكال كوردز اهي ده اليمين وده الشمال فوكال كوردز ده اليمين وده الشمال. انا دلوقتي لو هاجي اتكلم على في الحاله دي عملت رايت يونيلاترال ريكارنت لارينجيال نيرف انجري الطبيعي من غير انجري الاثنين دول لو قلت له اتكلم قول ايه هيجوا الاثنين يبقوا فولي ادكتد هيجوا الاثنين هنا ولو قلت له خد ديب بريث الاثنين هيبعدوا هيجوا هنا. يبقى النقطه دي اسمها ميد لاين والنقطه دي اسمها فول ابدكشن ماشي. لو انا عملت رايت يونيلاترال ريكارنت يبقى الليفت كده بيتحرك عادي ممكن يجي هنا وممكن يبعد هنا براحته خالص. طيب وات اباوت ذا رايت وان مش هيتحرك بارالايزد يعني مش هيتحرك ريكارنت اتاثر يبقى الريكارنت الرايت نيرف مش هيتحرك. السؤال هيبقى فين الوضع بتاعه ليه بقى لان هتفرق لو الوضع هنا غير لما يكون الوضع هنا. لو الوضع في النقطة دي هيجراله ايه ولو الوضع هنا هيجراله ايه هو ده السؤال. فانا بسأل انت قطعت الريكارنت الفوكال كورد هيبقى وضعه ايه هقول لكم صعوبة الاجابة
سؤال سؤال صعب جدا. ليه؟ لان الريكارنت لارينجيال نيرف از ذا اونلي نيرف ان ذا هول بودي ذات سبلايز تو انتاجونيستك جروبس اوف ماسلز. الريكارنت هو اللي بيخلي النيرف الفوكال كورد يابدكت وهو اللي يخليه ابدكت. طب لو بقى بارالايزد الكورد هيعمل ايه؟ انا افهم ان الراديال نيرف بيعمل اكستنشن اوف ذا فورا. فلو انا جيت عورت الراديال على طول يحصل كده لان الميديان والالنر شغالين يعملوا كده والراديال مش شغال. لو جيت عورت الميديان او الالنر الدراع يعمل كده، الاكستنشن شغال والفلكشن مش شغال. انما ده عصب واحد it supplies both the adductors and abductors. طب لو انا عورته يجرى ايه؟ سؤال صعب جدا يعني، ما تحاولش تفكر باللوجيك لانه ملوش اجابه باللوجيك. ما دام ملوش اجابه باللوجيك يبقى تعرف الفاكت بقى، الكلب اللي انا عملته ده وقف الكورد بقى فين؟ دي بقى الفاكت. تفسيرها ليه دي مش شغلتي، لان مفيش حاجه لوجيك يعني هتخليني ابقى ساتسفايد بالاجابه. انما الفاكت بيقول if I cut the recurrent laryngeal ماليش دعوه بقى partial، ما فيش حاجه اسمها partial complete. if I injure if I insult the recurrent laryngeal the vocal cord will be in the paramedian position. paramedian مش median، paramedian position. هتقعد تقول لي ازاي انا ماليش دعوه، عايز تجادل جادل مع ربنا فوق، انا ماليش دعوه، انا بقول لك فاكت. لما الريكارنت لارنجيال نيرف يتقطع الفوكال كورد يقف في الباراميديان، لا هو في الميد لاين ولا هو فولي ابدكتد بس اقرب للميد لاين. هو ده اللي بيحصل. كان زمان طلع قانون اسمه سايمونز لو. سايمونز لو ده وعالم في ساعتها قال يا جماعه ده ملهاش تفسير غير ان النيرف ده فيه فايبرز مسؤوله عن الادكشن وفايبرز مسؤوله عن الابدكشن، وان هو بدام لما بيتعور بيبقى فولي بيبقى يعني اولموست ادكتد، يعني اولموست ادكتد، يبقى الفايبرز بتوع الادكشن ما بتتعورش زي بسهوله زي بتوع الابدكشن. يبقى اكيد ترتيب الفايبرز في النيرف ان الابدكتورز من بره والادكتورز جوه. فلما اعمل بارشل بشوف بقى الكلام، لما اعمل بارشل يقوم الابدكتورز تتشل فالعصب يجي كده. طبعا الكلام ده طلع غلط خالص، والديستريبيوشن مش كده خالص، ومفيش فرق خالص في الفولنربيليتي. عشان كده لو استعنت بسايمونز لو دلوقتي تبقى انت قديم. انا مش بقلل منه، ساعتها كان اسطوره، انما دلوقتي ما عادش ينفع الكلام ده. اوعى تقول سايمونز لو، ما عادش ينفع، اثبتنا ان ده غلط. طب امال ايه اللي بقى بيخليه كده؟ موضوع ما يهمناش، بس اللي عايز يبقى يعرف ممكن نتكلم فيه على حد. انما الفاكت اللي ما فيهاش جدال، when I injure the recurrent laryngeal nerve on one side the vocal cord stops in the paramedian position. ف if you apply this على اللي عنده bilateral recurrent laryngeal injury معناها two vocal cords in the paramedian positions. ودي فاكت ما حدش يجادل فيها لو سمحتوا، لان انت كده بتجادل في حاجة موجودة في الحياة الدنيا، سببها ليه مش معروف مش مهم، انما ده اللي بيحصل. طيب العيان ده يشتكي من ايه والعيان ده يشتكي من ايه؟ العيان الاولاني يشتكي من ايه؟ صوته ضعف شويه، يعني mild weakness، weakness of voice، حتى مش hoarseness. يعني ازاي يعني؟ يعني انا صوتي كده لو في حصل vocal cord paralysis unilateral ابتدي اجي اتكلم الاقي كده الصوت بيضعف شويه بيضعف شويه، بس بتكلم وسامعني، بس مش زي الكواليتي بتاعت زمان. ليه؟ لان الفوكال كورد الشمال شغال، بيجي يقفل خالص هنا بيسيب جاب صغيره، الجاب دي تسرب شويه هواء. عارف ده بعد ست شهور ايه اللي يجرى له من غير ما تلمسه؟ من غير ما تلمسه يحصل كومبنسيشن وتلاقي الجاب دي قفلت وصوتك رجع تاني زي الفل. يبقى الكاتيجوري بتاع اليونيلاترال ادي قصته. بتعور ريكارنت لارينجيال على ناحيه، الفوكال كورد يجي في الباراميديان بوزيشن وما يتحركش، انت تشتكي من ويك فويس، بعد ست شهور يبقى نورمال فويس من غير ما اجي جنبك.
compensation, natural compensation. يعني العيان ده لو ترجمت الكلام ده لعيان هيجي يقول لك انا عملت عمليه الغده وبعديها صوتي بس ضعف شويه كده لمده شهرين ثلاثه وبقيت كويس. او ده اللي هيقولوه. واحتمال ان هو يجي لك في الشهرين الاولانيين اللي هو صوته يقول لك مش عارف بعد ما عملت الغده حاسس حضرتك ان صوتي مش زي الاول. تيجي تبص تلاقي فيه تسريب. تقوم تعمل تقول له ايه؟ تقول له لا ده انت زي الفل. انت هايل. حضرتك هتتابع معايا كل شهر وعايز لو هو سخيف من العينين السخفه اكتب له بلاسيبو اي حاجه مانع حمله اي حاجه اديله اي حاجه هتلاقيه بعد كده جاي لك يقول لك تسلم ايدك يا دكتور انا صوتي بقى زي الفل وانت ما عملتش حاجه هو اللي حصل له كومبنسيشن تمام؟ طب تعالوا بقى العين الثاني اللي عنده بايلاترال اهو ده هيجي له سترايدز بس عارفين وهو بيتخنق his voice is excellent لان الفوكال كورد قريبين اذا في اللي انت قلتوه ده مش مظبوط الفويس بتاعه زي الفل اتكلم عادي خالص وهي دي المعضله يعني تقول لك الحقني يا دكتور بتخنق صوتها كده بس مش قادره تاخد نفس انما تتكلم كويس قوي طيب موضوع في الكتاب اسمه لارينجيال باراليس انا عايزك النهارده تقرا هذا الموضوع وتعرف ان هم رغم ان هو مكتوب جواه نوعين يونيلاترال وبايلاترال انما الحقيقه لما تيجي تحطهم لي جنب بعض كده يونيلاترال وبايلاترال وتعاملهم على انهم زي بعض ونفس الموضوع تبقى انت بتهزر انا بحسبها ازاي العيان ده زي العيان ده مش ممكن يا جماعة مش ممكن العيان اللي عمل عملية صوته تأثر شوية لمدة كام شهر ورجع من غير ما تقرب له ده مشكلته زي اللي مش قادر تاخد نفسها ولو سبتها هتموت من الاختناق ما هو مش معقول يبقى هما الاثنين مكتوبين في نفس الصفحة انما الاثنين مختلفين تماما عن بعض زي برضو لما تيجي تذاكر في الاير تلاقي سيف وان سيف هرسويت انت هتجيب الواد اللي عنده بقاله 40 سنه ودنه مخرومه بتطلع صديد زي اللي عنده كوليستاتوما لو سبته هيموت من برين ابسس هم عشان محطوطين عندك في الكتاب فانت الاثنين حطيتهم في ذا سيم كاتيجوري اوف بيشنت مش معقول لازم وانت بتقرا يبقى عندك ديسكريميشن ايه الحاجات الخطيره العيانه اللي هي اسمها صباح دي اللي هي موجوده في الاسم بس اعتقد هي مشيت دلوقتي جالها كده طيب لو جيت بقى بصيت انتوا جاوبتوا قلتوا ايه ما انتوا قلتوا نفس الكلام بس لمستوا يعني لما تيجي تقول لي فوكال كورد باراليس حضرتك فوكال كورد باراليس ده موضوعين الموضوعين ما لهمش دعوه ببعض خالص نهائي ده عيان كولد الكتيف ده عيان هيموت بعد ثانيتين ازاي تحطهم جنب بعض او ازاي تقول ما انا قلت لك فوكال كورد باراليس يعني ايه حطيتهم الاثنين زي بعض يعني انا اللي انقي لك اعمل ايه الحاجه الثانيه ريكيرنت لارينجيال نيرف انجري هو نفس الموضوع ده ولا ده ده فرق جامد جدا ما بين كلمه يونيلاترال وبلا اذا ما حدش يزعل لما تيجي حاله زي دي وتكتب له كده وتاخد زيرو انا شرفني ما هو جايز اصدق على ده ما بعملوش حاجه خالص ده بروحه ده بقول له يا بيه ما تقلقش يا فندم حضرتك ما تقلقش خالص هيك هتجيلي بعد شهر متابعة هتبقى زي الفل والتانية دي انهار اسود ستة هتموت وده اللي حصل يبقى صباح لما اجي اسألك اقول لك ايه اللي حصل تقول لي I think واتمنى يعني المودستي بلاش طبعا وحسما وقطعا الكلام ده ازيف ان انت you know everything وانت يعني لو قلت لك اتنين كام تقعد تفكر قبل ما تجاب فانا بقول لك All I think, or most probably, what happened is injury of both recurrent laryngeal nerves causing paralysis of both vocal cords that will be positioned in the paramedian position and this causes severe stridor. كده تبقى انت فاهم. انما بقى عندها ايه؟ في عصب اتخبط اللي هو ايه؟ بتاع التنفس اللي هو ايه الريكارنت انهي واحد
يا اليمين يا مش ممكن يا ابني كده، دي مش اجابات. يقول لك ايه، ما انا قلت باراليسيس، ما انا كتبت باراليسيس. ايه، انا عايز اعرف انهي واحد من دول. فانا منتظر منك لو قلت لك ايه اللي عمل كده تقول لي اللي عمل كده انجري تو بوث نيرف، ادى عنهم باراليسيس اوف بوث كوردز، تو فوكال كوردز ار ان ذا بارا ميديم بوزيشن with no sufficient respiratory airway causing stridor. يجي بقى السؤال اللي مش هستنى عليك تفكر، هتعمل ايه؟ ها، على طول تراكيوستومي. يبقى اذا المانجمنت بتاع الحاله دي نمبر 1 تراكيوستومي، وده اللي حصل لها. خلي بالك العيانة دي في قط في المستشفى، جوه المستشفى وفي قط العمليات، ولسه عاملة عملية جراحة وطالعة مخنوقة، ورقبت الرقبة بتاعتها مفتوحة اوريدي، يعني كانت مفتوحة. كل اللي هتعمله اجيب مقص غرز، تفك الغرز دي كلها، ما عادش فيه ثايرويد يخبي التراكية، تلاقي التراكية قدامك كده ومفتح فيها فتحة وحاطط فيها تيوب. دي اول حاجة تعمل. الكلام ده ياخد منك قد ايه؟ انا قلت لكم التراكيوستومي ممكن تاخد تلت ساعه ربع ساعه، وعايز اوضه عمليات، انت اوريدي في اوضه العمليات واختصر لك كل الخطوات الجراحيه. All you need is to take the sutures out. دي لسه ما لحمتش، دي بقى لها ساعتين او ساعه. فك الغرز، اكسبوز التراكيه، ومحاطط تيوب. على طول كده. كده يبقى انت اشتغلت على الايه. اوعى بقى تقول لي اعمل لها سي تي، اعمل لها ام ار اي، انا عايز اعمل لها دايركت لارنجوسكوبي، انا مش عارف ايه، اعمل لها فلكسبل. هتقولي الفلكسبل، فلكسبل ايه؟ انت فلكسبل دلوقتي. What happened has no explanation except bilateral vocal cord injury بسبب recurrent laryngeal post total fender. الحاجه الثانيه اللي عايز اقول لكم، العينه دي لو كانت عامله هيمي ثايرويدكتومي يبقى مستحيل تخش في سترايدو، انما دي عاملاها ليه توتال؟ طب وهي ليه عملت توتال؟ عشان التسمم، عشان حالات الثايروتوكسيكوزيس ما تقدرش تشيل جزء وتسيب جزء، ما هو الجزء اللي فاضل هيبقى برضو هيعمل لها تسمم برضو. فعلاج الثايروتوكسيكوزيس زي ما هتاخدوه في الجراحه بعد كده از توتال ثايرويد، شيل الثايرويد كلها وبعدين ابقى اديها انت ريبليسمنت من عندك بالتروكسين تاخده كل يوم الصبح. خلاص كده عملت العمليه، حصل لها سترايدر، ليه بايلاترال انجري، تعمل ايه تراكيا. دلوقتي بقى نقدر نتكلم، نهدى ونتكلم. طيب فاقت بقت كويسه، تعالى انا بحكي لكم على الست دي، انا مش بألف ولا بجيب حاجه من عندي. الست دي بعد ما حطينا التراكيوستومي فاقت وبقت كويسه جدا، ودخل راحت الاس وقاعده زي الفل، طبعا قلقانه جدا. ايه اللي حصل؟ انا مش داخله اعمل كده، ايه اللي في رقبتي دي؟ كل الكلام ده مفهوم. هل هتعرف تتكلم؟ لو انا سديت بس التراكيوستومي كده بصباعي الهواء يطلع على فوكال كوردز مقفوله فالصوت هيطلع كويس، فتعرف تتكلم كويس وهتبقى مخدوده. انا لا بصي معلش حصل مشكله صغيره في العمليات وبتاع، ولو سمحت معلش كل حاجه وليها حل، هنفضل دي شويه لحد ما الامور تخلص. كده بقى هتقعد تسالك انا هعمل ايه بقى يا دكتور؟ هي ما عندهاش emergency دلوقتي. She's breathing very comfortably from the tracheostomy. She can talk very comfortably by pressing on the stoma. والصوت هيطلع كويس جدا، وخصوصا لو التراكيوستومي تيوب حاجه اسمها فينستريتد، يعني فيها فتحات من فوق بحيث الهواء يخش through the larynx. فاهمين ازاي؟ يعني التراكيوستومي تيوب الطبيعيه بتبقى سوليد كده. في نوع من التراكيوستوميز بيعملوا لها اخرام من فوق بحيث لو جيت سدت هنا الصوت الهواء يقوم طالع على الناتشورال لارينكس بتاعها وتتكلم، وموجوده في سوق الفينستريتد تيوبس. فالعيانه دي انا لو دي عيانتي انا اركب لها فينستريتد من الاول كده، فينستريتد تيوب، واحطها واقول لها بصي لو عايز بس تتكلمي دوسي هنا هتلاقي الصوت بقى كويس جدا. نيجي بقى للمرحله الثانيه من العلاج اللي هي مرحله الكتف بقى. طب انا هعمل ايه بعد كده؟ يبقى انت في المانجمنت اللي مش هقدر استنى عليك فيه هو المانجمنت اوف سترايد اللي عند الحاله دي. فانت هتعمل لها تراكيوستومي، ده تصرف سليم، وانا بطمنك لان التراكيوستومي هنا سهله جدا غير التراكيوستومي العاديه. نمره 2 انقذت حياتها، نقعد بقى نتكلم ايه مشكلتها.
مشكلتها الكوردز ار ان ذا باراميديان بوزيشن. وات ار يو جوينج تو دو؟ احنا ما عندناش ايه، ما عندناش استعجال دلوقتي، فممكن بقى اخد اراء. قول لي بقى صباح دي بعد ما انقذت حياتها هتعمل لها ايه؟ ليه بقى ليه هتعمل لها ايه؟ لان انت ممكن تعمل لهاش حاجه خالص بقى، تسيبها كده. ولا المشكله تسيبها كده 31 سنه مركبه تراكيوز؟ انت بالله عليك لو انت لسه في سنه تانية ولا في اولى طب ودخلت، لو شفت واحد عامل تراكيوز ما يغمى عليه من الخوف، صح؟ خايف، الناس بتخاف من التراكيوز. ايه ده، ده عاملين زي افلام الرعب. فواحده عندها 30 سنه هتقول لها امشي خلاص بقى، انت كده تمام، النفس اهو زي الفل، والصوت هتدوسي هنا تتكلمي خلاص كده كويسه. This is an option، بس option قاسي شويه، صح؟ قاسي تخلي واحده 30 سنه تراكيوستوماس فور لايف. طب امال هتعمل ايه لو عايز بقى تساعد اكتر؟ تعمل ايه؟ طب عايزين بس نتكلم، علشان انتوا سمعتوا ليزر لزقت في دماغكم زي ما اي حاجه، ليزر 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 ليزر، الله يخرب بيت ام الليزر على اللي جابه. طيب بصوا يا جماعه، خلونا نتفق بس على حاجه، ما تفتكرش ان انت هتبهرني لو قلت لي ليزر ولا ام ار اي ولا بي تي. ليزر از ان انسترومنت، انسترومنت. فانا لما اجي اسالك سؤال هتعمل العينه دي، تقول لي ليزر زي ما بتقول لي مشرط. يعني اجي اقول لك هتعمل ايه؟ مشرط. مش فاهم يعني ايه مشرط. مشرط بيقطع. هتعمل بامه ايه حضرتك؟ يعني الليزر ده هتعمل بيه ايه يعني؟ طيب اجابتك دي توحي ان انت متخيل ان في جهاز كده اسمه ليزر، هو مسمينه ليزر، اول ما اتولد سموه ليزر، خلاص كده. الجهاز ده فيه باب من هنا وباب من هنا. انا بقول لك على فكره ده الناس العامه عارفينه، فانا مش عايز، انتوا مش من العامه المفروض دلوقتي، انتوا ما بقيتوش من العامه خلاص، انتوا بقيتوا دكاتره. انت متخيل ان في جهاز اسمه ليزر ده موجود عندنا في اي مستشفى، في بيت كده اسمه ليزر بنروح نشتريه من المانيا او من امريكا؟ ليزر في بابين، العيان يخش الباب من هنا عنده اي بقى حاجه، بقى عنده اي حاجه بقى عنده، نطلعه زي الفل بقى. فعشان كده لما باجي اقول لك تعمل ايه، ليزر يا بيه حضرتك، حطه بس من هنا وافتح، هتلاقيه بقى كويس قوي قوي، بتنفس وصوته جميل. ايه يا ابني اللي بتقوله؟ ليزر ده مكنه، ده اله. اللي هتعرف تعمله بالمشرط هتعرف تعمله بالليزر، عايز تعمله بالالترا ساوند، عايز تعمله بالكرايو ثيرابي، عايز تعمله بالفوتون ثيرابي، اللي انت عايزه. بس هتعمل ايه حضرتك بالليزر؟ فلو سمحتوا من هنا ورايا، لو انت فاكر او حد في الشقق اللي هناك بيقول لك قول ليزر، الراجل هيركع على الارض ويحمد ربنا، ده انت بتفتح لنفسك باب سخريه فظيعه. سيب ده لرجل الشارع. رجل الشارع دلوقتي تيجي تكلمه تقول له هيك عندك ورم في الحنجرة وده ورم خبيث وينتشر واحنا لازم نعمله، يقول لك بالليزر؟ انت مالك؟ اعمله بالليزر، اعمله بالمش، اعمله بالمقص، اعمله بصوابعي، انت مال اهلك؟ انت ليك حاجة واحدة تو بي كيور. هو عايز يطمن بالليزر؟ اه ليزر اخش، مش ليزر لا، البيت اللي بيخفف ولا لا؟ فاوعوا تفتكروا كده وتقعدوا ترددوا. اجي اسالك تعمل ايه تقول لي ليزر؟ يعني ايه ليزر؟ يعني ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ طيب نرجع تاني بقى نتكلم بعقلانيه كده. الست دي صباح دي مرت من الاكيوت اتاك الحمد لله وعاشت بتراكيوستومي، وجايه تسالك يا دكتور انا هفضل كده؟ اجابتك هتكون ايه؟ وعايز اجابه واضحه. اعتبرها قاعده قدامك وانت وهي بتقول لك وبعدين انا هقعد كده بالانبوبه دي على طول؟ فلو سمحتوا حد يجاوب بالست صباح دي اجابه نفهمها. يبقى انت كده اجابتك لا مش هتقعدي كده، احنا هنعمل لك عمليه نوسع لك الاحبال الصوتيه، صح كده؟ بس خلي بالك
الاوبشن بتاع التراكيوستومي ده احنا متفقين ان هو قاسي، فلو في حاجة احسن ما تخيرهاش بقى ما بين الاحسن والاوحش، يعني لو في حاجة افضل من كده قوليها، يعني ما تجيش تقولي لو ده هيناسبك، لا طبعا مين اللي يناسب يقعد بتراكيوستومي، انما اقارن اقول انا عندي يا اما اقعد كده يا اما اعمل كده يا تشتغل يا ما تشتغلش، فاجي اقول لا خلاص يبقى خليني. انما هل سؤالي هل في حل ينفع؟ طيب واضح من الكلام ان في تندنسي ان انا مش هم الفوكال كورتس كده انا بعدهم شوي، صح كده؟ مش هو ده الحل عشان تعرف تنفس وشيت تراكيوستومي؟ طب وهي تتكلم ازاي ساعتها؟ يعني ايه جهاز فونيشن ده زي الليزر برضو يخش من انا يتكلم على طول؟ ده مين اللي قالك الكلام ده؟ مين؟ لا اللي انت بتتكلمي عليه ده الاجهزه النوع ده اللي شال اللارنكس خالص، اللي شال اللارنكس خالص في حاجات يحطها كده ولو سمعتيها مسخره السنين، يعني حاجه وحشه جدا. انا بتكلم دلوقتي على واحده ما عندهاش ورم ولا شالت اللارنكس واللارنكس جوه وفي مكانه وزي الفل، مشكلته الكهرباء قطعت من عنده من ناحيتين فتو فوكال كورد في الباراميديان بوزيشن، انت انقذتها بان انت منعت الاسترايدر بان هي بقت عملت باي باس. طب وبعدين هعمل ايه؟ ففكره احنا بنتكلم لوجيك دلوقتي مش بنتكلم على تفاصيل عمليات، فكره ان انا اوسع معناها I will let you breathe and I will let you not talk بس دي معناها كده. ساعتها بقى اعمل زي ما حضرتك قلت، بصي يا حاجه صبا انا ممكن اوسع الدنيا بس مش هتعرف تتكلم، فانت تختاري تحبي تقعدي بالأنبوبة وتتكلمي ولا أعملك العملية وصوتك ما يطلعش كده بقى الاثنين وحشين، فأنا أقارن الأحسن بالنسبة لي اللي يناسبني. إنما لو عندي حل يخليها تبقى زي الفل تتكلم وتتنفس طبعا مش هعرض عليها إن هي تقعد بتراكيوستومي، هنصحها ولا لا أنا كده. ففكرة إن أنا أوسع فيها مشكلة عويصة إن هما two functions antagonistic، I need a closed larynx to phonate and open larynx to breathe. Now I have a closed larynx. I have no problem with phonation, but I have a difficult problem in respiration. If I open it up, I will be relieved from the respiratory problem and I will suffer from the voice problem. فده حل قاسي ويكاد يكون بقسوة التراكيوستومي. تفضل. ازاي؟ لا خلي بالك اليونيلاترال مش مخنوق مش علشان الفوكال كورد كده، عشان التاني بيبعد كده فبيفتح. لا لو فتحتي يبقى بنتكلم في نفس الطريقه، عايزه توسعي صوتها يروح ما بيشتغلش الناحيه التانيه. ايه؟ ايوه ما انت لو عايزه توسعي مش لازم الناحيتين، توسعي من ناحيه واحده. طب والصوت؟ ما هي لو رجعت هتتخنق. اليونيلاترال يا جماعه ما عندوش مشكله مش علشان الفوكال كورد بيرجع، عشان التاني شغال كويس بيفتح ويقفل، هو بس الفكره انه لما كان بيقفل كان بيبقى فيه جاب، الجاب دي هتتسد، انما انت الاثنين ما بيتحركوش ما في. لو وسعت هتتنفس مش هتتكلم، لو خليتها ضيقه هتتكلم من غير ما تتنفس. طب وبعدين؟ طيب حد عنده بلاش بقى واضح ان هي مشكله صح؟ يعني واضح ان هي معضله، والمعضله ان ده النيرف الوحيد اللي بيعمل كده اللي بيسبلاي بوث ماسل. طيب في افكار بخارج الصندوق؟ قول. كويس، ده تفكير لوجيك ان احنا نحاول نعالج الموضوع من اساسه ان انا نيرف بارالايز اجيب له كهرباء اوصل له توصيله، صح كده؟ اوصل له توصيله. الكلام ده بيحصل في الفيشيال نيرف، يعني لو عندي واحد عنده الفيشيال نيرف اتقطع لاي سبب وعارف ان هو مش هيرجع تاني، انا اي كان مانج تو جيت الكتريسيتي نيرف امبلسز من حته تانية تروح للترمينال بارت اوف ذا فيشيال نيرف بحيث ان هو يتحرك. واشهرهم الهايبوجلوسال نيرف، باخد الهايبوجلوسال نيرف
وبقوم قطعه، مش مهم التانج يبقى بارالايزد، مش هيحصل حاجه، وهاخد النيرف اللي هو فيه كهرباء وهاجي على الفيش النيرف مقطوع، اجي للديستال اند بتاعه واوصلهم ببعض، الاقي العضل بعد كام شهر العضلات ابتدت تتحرك. اقدر اعمل كده في الريكرنت. انا مبسوط من الفكره، بس جربوا 100 مره ديد نوت ورك ات اول ات اول. ايه شافوا؟ فين اقرب عصب للريكرنت؟ الفرينك. طيب الفرينك بيحرك الديافرام، لو شلت واحد منه بس، انا بس تكملا لكلامك، انا لو نجحت اخلي واحد بس يتحرك هخلص، هحوله زي ما انت قلتي اليونيلاترال، ما عنديش مشكله. فناس كتير قوي تقص الفرينك وتوصله بالريكرنت، يلا بقى ما الفرينك سليم في كهرباء وصل، مفيش حاجه في منتهى الصعوبه. طيب فكروا ان هو، طب نغير نجيب لارينكس بقى جديد بالاعصاب بتاعته، ما بيشتغلش الاعصاب الريكرنت في منتهى السخافه، علشان كده ربنا حطه في حته ما تعرفش توصل له غير لو انت يا خلبوس يا جراح انت اللي هتعرف توصل له. انما تروما ما تطولوش ابدا. مكانه فين؟ ريكرنت لارينجل. مكان الريكرنت لارينجل فين؟ اناتومي. شطبت ما بين التراكيا والاسوفجس، تراكيا والاسوفجيال جروف، يعني عندك ماسوره وماسوره، ففي حته مستخبيه ما بينهم كده، النيرف محشور ما بينهم. يعني لو عايز تعوره، انت قارن ده ب انتوا فاكرين في الاناتومي لما قال لك ساتردي نايت باراليسيس؟ يعني ايه دي؟ يعني بتسند كده شويه، تسند كده تلاقي النيرف كومبرسد ومش حاسس بدراعك ومش عارف ايه، شوف قد ايه فالنربل تروما. ما بالك بقى طب لو اتكسرت ولا تعور، يروح النيرف خالص. الريكرنت لا يمكن، حاول كده حاول باي تروما تقطعه لا يمكن. امال ايه التروما اللي تقطعه؟ انت وانت بتشتغل عمليات وفاكر نفسك الجن المصور، وانا ايدي اتلف في حرير طق قطعت النيرف الناحيه دي والتاني الاثنين، حولت العيانة إلى واحدة مش عارف تاخد قرار. يا ستي تحبي تتكلمي وتتنفسي بتراكيوستومي، ولا نوسع تتنفسي من غير ما تتكلمي؟ اتفضل. نعم؟ يعني التوسعة، كل ده يندرج تحت التوسعة. طيب ما هو ده هقول لك اهو. طيب وصلوا لإيه؟ وصلوا لإيه بعد كل ده؟ فكرة إن أنا أرجع الكهرباء لحد اللحظه دي، اتمنى ان انتوا يعني في الفيوتشر تعملوها، ولو ان يعني اشك يعني شك يعني بالمناظر صعب جدا يعني، انما anyway لحد دلوقتي فكره الكهرباء هي الفكره الجميله اللي ما حدش عارف يعملها. طب نتعامل ازاي بقى؟ نتعامل ازاي؟ نكونسيدر الحل القاسي اللي ما فيهوش حاجه، انا مش هعمل حاجه خالص، وانت حضرتك خلاص هتبقي باوند بالتراكيوستومي، والبريثنج شغال، ريسبيريشن فونيشن شغال، خلاص كده شكلك بقى وحش، خلاص هتستحملي. الحل بقى الثاني ان انا اشيل بقى جزء من الاير واي، من الفوكال كورد، اللي هي يعني فاكرين محمود عبد العزيز قال لك ما تحفش قوي يا دكتور لو سمحت، لما كان عايز يعمله انتيرير بيتويتري ترانسبلانتيشن قال لك ما تحفش في التور لوب قوي. ها هو عايز يشيل حته صغيره من البوستيريور بارت، بحيث ايه؟ معتمد على ايه؟ معتمد ان الانتيريور بارت اوف ذا لارينكس هو اكتر حاجه مسؤوله عن الفونيش. بمعنى ايه؟ بمعنى لو في نوديول صغيره خالص من انتيريورلي الصوت يبقى وحش قوي 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 قوي، بينما لو هي بوستيريورلي ما تحسش بحاجه خالص، صوتك يبقى زي الفل. فالناس قالت لك الله، يعني البوستيريور بارت اوف ذا جلوتس is minded more with respiration، بينما الانتيريور بارت اوف ذا جلوتس از مايند باي فونيشن. فانا هسيب الفونيشن اللي قريبين من بعض وهاجي بوستيريور ناحيه الاريتينويد على ناحيه واحده، and I will do a posterior cordectomy، maybe اشيل كمان الاريتينويد عشان اوسع. خلي بالك بقى، انت دلوقتي الصوت هيقل، يعني هيقل، فانت عايز تعمل كافيتي توسعه بحيث لو زادت، لو بهوقت منك الصوت راح، ولو كان ايدك بقى بتاكلك ومش عارف تشيل مش هتعرف تتنفس كويس. طب فين البالانس ده؟ محدش عارف.
الحل ايه بقى؟ الاجابه على السؤال ده ايه؟ اسالها، هتقول لك عملت اربع مرات ليز. هو بيعملوا العمليه دي بالليز، انما الفكره كده، الفكره از بوستيريور كوردكت. طب البوستيريور كوردكت عملتها اربع خمس مرات، الصوت اللي انتوا سمعتوه ده مش بسبب البايلاترال ابداكت بارالايز، صوتها دلوقتي بسبب البوستيريور كوردكت، وهي من غير تراكيوستومي على فكره. دلوقتي انتوا لو طلعتوا شفتوها هي من غير تراكيوستومي، فعندها ايه بقى؟ ويك فويس، انتوا سمعتوا كلكم صوتها، وفي نفس الوقت البريفنج مش حلو قوي. لو زودت في الكوردكتومي الفويس يروح خالص، ولو قللت في الكوردكتومي ترجع تفتح لها تراكيوستومي تاني. طيب عرفتوا قد ايه الموضوع ده صعب؟ طب انا هسأل سؤال صعب جدا بقى عشان اشوف الموضوع ده، هو اللي اسمه total thyroidectomy complicated by bilateral vocal cord paralysis. لو انا عايز اهم ما فيه الخلاصة كلمة واحدة، كلمة واحدة، شكرا، اشكرك، حاول ما تحصلش دي. زي ما قلنا في الاندوتراكيال تيوب، حاول ان ده ما يحصل. ليه؟ عشان لما بيحصل حضرتك بنبقى قاعدين ضربين اخماس في اسداد مش عارفين حاجة. هسمعكم صوتها تاني قبل ما تمشوا علشان بس ايه. حد عنده اي استفسار يا جماعة؟ لا بيشوفوا طبعا، وفي طرق كتيره لان انت تو بريفنت، بس يعني كان هات اللي طبعا. بس انت المفروض قبلها الحاجه الثانيه يا جماعه برضو اللي تستفيدوها، لو حد منكم يا جماعه هيعمل توتال ثايرويدكتومي، حد منكم بصوا بس اسمعوا الصوت بس دي سؤال. انا عايزكم تكومنت، سيبك من الكلام، انا عايزك تكومنت على الصوت. She's not tracheostomized. ده الصوت بعد البوستيرير كوردكتومي اربع مرات. ليه اربع مرات؟ تعملها تلاقيها لسه مخنوق، ومزودين شوي لسه مخنوق، ومزودين شوي. طب انا هزود، لو زودت عن كده مش هتعرف تتكلم خالص. هي صحيح دلوقتي حالتها ايه دلوقتي؟ بتجي لنا كل شوي ان مايلز ترايدو، نقعدها في المستشفى المونيتور ونديها شوية هيدروكورتيزون عشان لو في اي حاجه تقل، ونهديها الست فيوريوس. الست لو جات لكم هنا تعيط قدامكم، كل قاعده لحد دلوقتي عماله تدعي على الجراح. حسبي الله والله، يعني انا بكلمك بجد. فالست دي تعلمك ايه؟ لما نيجي نذاكر بقى الاناتومي اوف ذا ريكارنت لارنجيال، ايه علاقته بالثايرويد؟ ازاي ممكن نوفويد انجري؟ الاهم من كده، العيانه اللي داخله توتال ثايرويدكتومي تقول لها بصي there is an incidence, very low incidence of bilateral injury, and if this happen I will do a tracheostomy immediately. فانت لازم توافقي على كده. لو قلت لك لا اي ما تعملش العملية. طيب الحاجة الاهم من كده، لو عيانة ممكن ناوي تعملها توتال ثايرويدكتومي ممكن تخف بميديكيشن، خليها تخف بميديكيشن، لان لو عملت لها سيرجري وحصل كده ادي النتيجة bound for life، عندها مشكلة. نفس الكلام اللي قلته على الاندوتراكيال انتوبيشن، يا جماعه الراجل قدامك في الرعايه، قدامك بتعدي عليه كل يوم، لو لقيته مستمر في الكوما بتاعته لمده اربع خمس ايام اعمل له تراكيوستومي، يشيل البريشر من على اللارنكس، اللارنكس ده هيستنوز بعد كده. يبقى اذا موضوعين مهمين، البايلاترال وكده تراي تو بريفنت. طب نفترض بقى عندك ثايرويد كانسر، لازم تعمل توتال ثايرويد، بس تعمل ايه؟ consent for tracheostomy، ادي واحد. اتنين، be very careful extremely careful وانت بتشتغل. يعني لو انت بتشتغل ب
بسرعه معينه بطئ واقعد بالراحه. لو حاسس ان انت تعبان خد راحه، اطلع اشرب قهوه. ليه؟ لانك مدرك لو حصل والانجري للنيرف ده حصل، ادي النتيجه لا هتعرف هتقول لها ايه، يا كده يا كده، يا صوت يا نفس، مشكله وعويصه والست بتدي على الجراح. انا الحقيقه ما عنديش فكره عن ظروف العمليه، قد تكون يعني لما خدت هيستوري ما كانش لطيف، ان كان فيري بيج سيمتوم، ما ورتنيش تحاليل ان هي ثايروتوكسيك، ما قالتليش ان هي جربت انتي ثايرويد ميديكيشنز قبل ما تلجا الى الجراحه. انا مش بقول اوعى تعمل توتال ثايرويدكتومي، بس بقول لك لما تيجي تعمل توتال ثايرويدكتومي يو هاف، لو انت شفت العيانه دي هتبقى راسي كده واخد بالك وعارف لو حصل هيحصل ايه. ولذلك لحد دلوقتي الجراحين اعلى اعلى مستوى اساتذتنا لما بيجي يعمل توتال ثايرويدكتومي يطلع بعد الحاله قاعد مستني، يا رب اامن. اوعى تكون فاكر جوه في الفيل النيرف بيبقى اصفر والارتر احمر والكلام اللي انتوا بتشوفوه في ورق الدروس ده، مفيش، كله شبه بعض، كله زي بعض. فانت ممكن تعوره، انت شيخ بقى، انت ما بتعوروش يعني قاصد، يعني مع سبق الاصرار والترصد، انت بتبقى غصب عنك حصل، افتكرت ان هو بلاد فيسل، عملت له لايجيشن، عملت له كوتري، يطلع في الاخر النيرف وما تعرفش، ومش هتعرف غير لما يفوق، يفوق من البنج خالص. فتلاقي الجراح مهما وصل درجه اتقانه للجراحه بعد ما يعمل توتال ثايرويدكتومي يطلع يا رب استرها، يا رب استرها. واول ما الست تبقى اكسيوبيتد وتلاقي النفس مستريح تقول الحمد لله، حتى لو ناحيه واحده اتعورت الحمد لله، الحمد لله. لان البايلاترال حاجه واليونيلاترال حاجه ثانيه خالص. الحاجه الاخيره اللي هقولها لك قبل ما تمشي، انت هتلاقي في الكتاب اسباب كتيره قوي لليونيلاترال، لما تيجي في البايلاترال هو سبب واحد توتال ثايرويدكتومي. ارجوك اوعى تحط لي اسباب كتيره، ودي من حكمه ربنا، اي حاجه معضله وكبيره كده دايما تلاقي اسبابها قليله. فمره لانها حصلت مره في امتحان جالهم، وده في اعتباري باعتبار انا يعني رايي انا انه ده خطا من عندنا، ديسكاس كان سؤال بخمس درجات causes of bilateral recurrent meningeal nerve او bilateral vocal cord paralysis. فانا دلوقتي لو انا داخل الامتحان خمس درجات هكتب توتال ثايرويدكتومي واروح؟ مين عنده القلب يعمل كده؟ مفيش حد، رغم لو انا متاكد ان هي مالهاش غير السبب ده برضه مش هيجي لي القلب. فالناس تعمل ايه؟ عملوا ايه بقى؟ فهلاوه بقى المصريه، جابوا اليونيلاترال هو مليان بقى فيها 20 كوز ده، وشالوا كلمه يونيلاترال وكتبوا بايلاترال. طلعت النتيجه ايه؟ حاجه تفطس من الضحك بقى. عندكم مكتوب من الاسباب هيميبليجيا، كتب بايلاترال هيميبليجيا. يعني ايه يا ابني؟ ما هو هيميبليجيا يعني هيميبليجيا، يعني ايه يا ابني بايلاترال هيميبليجيا؟ يعني ايه؟ بايلاترال برين تيومرز بايلاترال في نفس الوقت، في نفس ذاك الوقت، ورم هنا ورم هنا وفي نفس الحته، بايلاترال جاجولار فوريم. ايه يا ابني اللي بتقوله ده؟ الحاجه الوحيده البايلاترال اللي بتعملها انت ان انت تشيل الثايرويد هنا وهنا. فأرجو إن الأمور تبقى واضحة. أنا الأربع جاي معتذر ونشوفكم اللي بعده. دكتور فاضل الضياع هيبقى فاضل مرتين. ثلاثة يعني، ثلاثة بالليل. أيوة أيوة لسه هتبقى بس هتجرب يلا. اطلع شوف. علق علق كده لما بتتسأل بتبقى اورينتد، شوف بتبقى عارف بقى ايه الكومن ومش كومن. طبعا في وقت صعب تشوف كل حاجه، بس يعني اتليست تبقى اورينتد. ممكن
قلنا هو الاخ بجد.